شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا لضيوف الكرام كابتن نبيل بخيت والكابتن محمد السلعاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة وقناة النادي الأهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم لنقل نهائي كأس مصر موسم 23-24 من صالة الشباب والرياضة وقناة النادي الأهلي لهذا الموسم. على بركة الله نبدأ بتشكيل واستعراض الفريقين. مايكل ديكسون فريق الاتحاد، مايكل ديكسون رقم 0، عبد الرحمن خالد رقم 1، يوسف شحاتة رقم 3، هيثم كمال رقم 6، دولا 7، ميدو طه 9، أنس أسامة 10، باسم الليسي 11، يوسف شوشة 12، أبو الأحمد أبو العيلة بيبو 14، ياسر صالح 20، وعلي محمد رقم 42. القادة الفنية للكوتش أحمد مرعي. أما فريق النادي الأهلي فبيمثله اليوم رقم 1 المحترف الأمريكي براندون ريجنالد، 3 عمر عزب، 4 إيهاب أمين، عمرو الجندي 5، مروان سرحان 6، سيف سمير 8، 10 كيجو 11، كريم حاتم، أحمد مهيب 14، محمد طارق خيري 21، أبو النصر 23، وأخيرا عمر طارق البيكو رقم 55. على بركة الله استعراض طبعا القادة الفنية للكوتش أوجستي جولبي بوش ومساعداء كابتن أحمد الجرحي، كابتن رامض ياسي مديرا للجهاز، مدير الفريق هو الكابتن طارق الغنام، ويساعده في الأعمال الإدارية الكابتن وليد الخراط. استعراض لي واستقبال الفريقين، طبعا تقليد كده زي ما شفناه في البالو في الان بي اي، بينده على الفريقين اسماء الفريقين قبل بداية المباراة. كوتش أوجستي في مواجهة الكوتش أحمد عمر، كلاسيكو جديد من في عالم كرة السلة ما بين الأهلي الماتادورز الأهلاوي وزعيم الصغر الاتحاد السكندري أحمد عادل دولة. ده التشكيل اللي قدام حضراتكم، ميدو طه، وهنستعرض الستارت لاين اب للفريقين في بداية أو في بداية الكوارتر الأول. باسم الليسي، يوسف شوشة، وأحمد أبو العيلة بيبو، ياسر صالح رقم 20، وعلي محمد رقم 42، متواجد أيضا أنس أسامة رقم 10. زي ما قلت لحضراتكم كابتن عصام مجاهد رئيس الجهاز، كابتن أحمد عمر مدير فني، كابتن أحمد عبد الوهاب بيبو مدرب عام، كابتن هيثم كمال مدرب، ده الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد. حكام لقاء اليوم هو كابتن أحمد غالب، كابتن عمرو زاهر، كابتن محمود جمال، ومراقب المباراة هو الكابتن محمد جلال. سبقت هذه المباراة مباراة الجزيرة أمام الزمالك، واستطاع نادي الجزيرة الفوز على نادي الزمالك بفارق العشر نقاط 77-67. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. بلادي لك حبي وفؤادي، عاشت مصر دائما وابدا، محفوظه بعنايه الله.
خلاص ثواني ونبدا احداث الكوارتر الاول. كابتن احمد غالب حكم اول يشير الى 3 دقائق قبل بدايه الكوارتر الاول والمباراه. نهائي كاس مصر على قناه النادي الاهلي موسم 23/24 زي ما حضراتكم شايفين. خلاص اللحظات الاخيره في الاحماء. عمرو الجندي صاحب الثلاثيه القاتله امام نادي الجزيره في الوقت الاخير مع يعني قبل البازر تايم بثواني قليله ثانيه او ثانيتين تقريبا ينجح في تسجيل 3 نقاط يتاهل بهم الى فاينل الكاس مصر. ايضا نادي الاتحاد استطاع الفوز على نادي الزمالك في السيمي فاينل بنتيجه 76-68. تاهل نادي الاتحاد الى الفاينل لملاقات الاهلي وتاهل نادي الزمالك للمركز الثالث والرابع ولاقى الجزيره. لكن الجزيره استطاع الفوز بفارق ال10 نقاط زي ما قلت لحضراتكم 77-67 على نادي الزمالك. استعراض للجهاز الفني للنادي الاهلي جوستي جول بيبوش المدير الفني، كابتن احمد الجرحي المدرب العام، الكابتن رامي ديصي مدرب، كابتن طارق الغنام مدير الفريق، كابتن وليد الخراط اداري، الكابتن محمد عز مخطط احمال وتاهيل اصابات، الدكتور احمد حسن اخصائي علاج طبيعي، دكتور محمد جاد طبيب الفريق، الكابتن علاء لطفي محلل فني، الكابتن محمد عيسى اخصائي تدليك ومساج، واخيرا حامد الكاس مهمات للفريق. خلاص وصل الفريقان الى دكه البدلاء لتلقي التعليمات الاخيره من الكوتش اوجوستي جول بيبوش والكوتش احمد عمر. كوتش اوجوستي وتعليماته الاخيره لاحداث الفتره الاولى والكوارتر الاول في فاينل كاس مصر موسم 23/24. نسمع التعليمات مع حضراتكم. Good reads on the pick and roll defense. Remember what we said about the weak situation. If we do it, if we see on time, cut or clear out the situation, cut and go back to the score. Space up back. صفرت استعداد والبدء للكوارتر الاول زي ما حضراتكم شفتوا جانب من الحضور اعضاء مجلس الاداره الاتحاد المصري لكره السله متواجدين بالكامل برئاسه الدكتور محمد مجدي ابو فريخه كوتش جوستي وتعليمات خاصه في الديفنس وتعليمات ايضا في الاوفنس او في الهجوم والدفاع كما سمعتم. لكن في البدايه كده الستارت لاين اب للنادي الاهلي متواجد عمر طارق، ايهاب امين، براندون ابو النصر، و شوف مين الخامس هو مروان سرحان. ده الستارت لاين اب اللي هيبدا بيه كوتش اوجوستي، ياسر صالح ومايكل ديكسون ده اللي شفناه في الستارت لاين اب اللي هيبدا بيه كوتش احمد عمر. نعيد تاني لحضراتكم خماسي البدايه براندون ريجنالد، ايهاب امين، مروان سرحان، ومحمد ابو النصر، والبيجو عمر طارق. هنشوف دلوقتي الستارت لاين اب او الخماسي اللي هيبدا بيه كوتش احمد عمر. ياسر صالح رقم 20، يوسف شوش شحاته رقم 3، انس اسامه رقم 10، وطبعا مايكل ديكسون، واحمد ابو العيلة بيبو خامس اللاعبين. خلاص ثواني ونبدا احداث الكورتر الاول والمباراه. نهائي كاس مصر على قناه النادي الاهلي قناتكم المفضله، الاهلي الماتادورز الاهلاوي وزعيم الصغر الاتحاد السكندري. تعليمات اخيره من كوتش اوجوستي لعمر طارق ومروان سرحان. جامبول ما بين انس اسامه وما بين عمر طارق.
بسم الله وعلى بركة الله هنبدأ الجامبول الأول والأخير في أحداث المباراة. بصي ولحظات من التفكير والتركيز. أنا بتكلم معاك تأكيد على الأجهزة الفنية بعدم الوقوف غير مسموح غير بالمدير الفني فقط في منطقة المخصصة للوقوف لإلقاء التعليمات، يؤكد عليها حكامنا النهاردة كابتن أحمد غالب، كابتن عمرو زاهد، وكابتن محمود جمال. تشجيع من قبل جماهير الفرقتين سواء الاتحاد أو الأهلي. كابتن محمود جمال يبلغ الجهاز الفني بعدم تحرك اي احد في المنطقه المخصصه للقاء التعليمات سوى الكابتن احمد عمر. ياخذ التاكيد كابتن احمد غالب وعلى بركه الله جامبول اول واخير ما بين انس اسامه وعمر طارق. حيازة للاتحاد في بداية الهجمة على طول مايكل ديكسون يستلم ياخذ الاستاجر سكرين ويعدي مايكل ديكسون في الدرايف 1-on-1 بالفلوتر شوت ينجح في تسجيل اولى نقاط احداث كوارتر اول لفريق الاتحاد. يبدا على طول براندون ريجنالد 12 نقطة في احداث المباراة الماضية امام نادي الجزيرة. براندون يسلم على طول لإيهاب امين. إيهاب في بداية الهجمة 10 ثواني على زمن الهجمة. إيهاب أمين في الدرايف، إيهاب على الأوبن شوت، إيهاب في الثري بوينت، إيهاب لكن لا ينجح في التسجيل. يزق على طول هيثم أنس أسامة ويسلم على طول لمايكل ديكسون. ديكسون سقط الكرة تحت الباسكت لبيبو، بيبو في 1-on-1 لكن إيهاب أمين دفاعات قوية يسلم أنس أسامة اللي بيستغل غفلة دفاعية أهلاوية ينجح في تسجيل أولى نقاطه وضنك لأنس أسامة. اعتمدوا على بعض عمر طارق وإيهاب أمين. براندون يستلم منتظر سكرين، جاله عمر طارق بالسكرين. براندون ري سكرين مره ثانيه، براندون يطلع كيك اوت، لا والله البصع والاسيست ولا اروع من كده. براندون يسلم للبيج او على طول ينجح في تسجيل اولى نقاط احداث كوارتر اول للصالح الاهلي والاهلاويه. ديكسون يبدا الهجمه يسلم على طول لانس اسامه، انس ليوسف شحاته يعلق لانس من الاليوب باس لكن ما ينجحش في التسجيل. فص بريك سريع لكن ديكسون على طول في الستيل يقلب الكره للملعب الناحيه الثانيه ليوسف شحاته. يوسف شحاته بالفلوتر شوت يروح على الباسكت ما يسجلش، تلمس ايد انس اسامه وبتطلع اوتسايد للصالح النادي الاهلي. 4 نقاط مقابل نقطتين لصالح الاتحاد السكندري اولى دقائق احداث الكوارتر الاول. براندون القادم في الفترة الأخيرة بدلا من عيسى ليونز اللي تألق فيه البي اي ال أو البال. عمر طارق تحت الباسكت مع بيبو حاول يلعب واحد على واحد. عمر طارق في الوان وان، عمر طارق تتقطع منه لكن أبو النصر يلحق. أبو النصر في الفلوتر شوت عايز يسلم لكن اللاست تاتش، لكن هنا بيقول كابتن عمرو زاهد قال إن الكرة على أعتقد إنها كرة لاست تاتش على أنس أسامة، كرة لاست تاتش على أنس أسامة وأوتسايد للأهلي. هنشوفها مره ثانيه اهي. استلم على طول ابو النصر باصه كده على طول خبطت ايد انس اسامه اهي مروان سرحان، ومره ثانيه مروان سرحان ما لحقهاش لكن لمست انس اسامه. خلاص كابتن عمرو زاهد اطلق قراره انها لصالح نادي الاتحاد. بيبو تحت الباسكت مع مروان سرحان، بيبو في الوان وان يلف ويرتكز، مروان يروح يسلم ينجح في تسجيل نقطتين احمد ابو العلا بيبو عشان يجعل التقدم بفارق الاربع نقاط للصالح نادي الاتحاد. ايهاب امين، ايهاب مان تو مان نادي الاتحاد، لسه ايهاب مسيطر على الكوره لكن التيرن اوفر على ايهاب امين والاوتسايد للصالح نادي الاتحاد. اوتسايد للاتحاد يستلم ديكسون على طول. ديكسون في بدايه الهجمه ديكسون يسلم لانس اسامه بالهاند اوف، يستلم ديكسون يطلع الكوره في الكيك اوت لانس اسامه على الاوبن شوت ما يسجلش لكن هنا في خطا شخصي وفاول وقرار صحيح من الكابتن احمد غالب. اوتسايد لصالح النادي. يبدا على طول الهجمه براندون
عدى براندون قبل 8 ثواني. يوسف شحاتة وقع، كمل براندون، براندون يسلم على طول لهاب امين تحت الباسكت، لكن الستيل حاضر من احمد ابو العيلة بيبو، والاوتسايد والخطا الشخصي عفوا على عمر طارق. حيازه على طول لصالح نادي الاتحاد، يبدا الهجمه نادي الاتحاد، يسلم على طول انس اسامه بالهاند اوف ليوسف شحاته من تمان النادي الاهلي، لسه جاله بيبو بالسكرين، يوسف يعدي، عدى بالسكرين يوسف في درايف يسلم على طول، لكن براندون يعمل ستيل تصل لإيهاب، لا وصلت لأنس أسامة، يحاول معاه إيهاب مرة تانية، والأوتسايد لصالح نادي الاتحاد. الأوتسايد لصالح الاتحاد، أربع نقاط هو الفارق لصالح نادي الاتحاد. من تمان لازال النادي الأهلي. هل في مداولات ما بين كابتن أحمد غالب وكابتن محمود جمال؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. اوتسايد للاتحاد، ديكسون يستلم على طول في البيز لاين، يحاول يلعب واحد على واحد، ديكسون، ديكسون يسلم لانس اسامه بالفلوتر شوت، لكن بروك ولا اروع من عمر طارق، على طول ديفنسيف ريباوند عن طريق ايهاب امين. ايهاب في ال1 اون 1 يسلم لابو النصر في البنتريشن، ابو النصر ينجح انه ياخذ خطا شخصي وفاول على ياسر صالح رقم 20. خطا شخصي وفاول على ياسر صالح. اوتسايد اهلاوي، براندون هيطلع الاوت، 6 دقائق 46 ثانية متبقية على نهاية احداث كوارتر اول. ايهاب امين، ايهاب بالري سكرين مع عمر طارق، لسه ايهاب، ايهاب في الدرايف، ايهاب واحد على واحد، ايهاب يسلم على طول في الباك دور روعة مع مروان سرحان، لكن الخطأ الشخصي والفاول على احمد ابو العلا بيبو يستوجب رميتين حرتين وتو شوتس لصالح مروان سرحان. ادي الباك دور اهو، سلم على طول راح في الباك لياب مروان سرحان، لكن تم اعتراضه بقرار من كابتن عمرو زاهد، خطأ شخصي ورميتين حرتين. مروان على الاوبن على الفري ثرو الاول والرميه الحره الاولى ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لمروان سرحان. ينجح، لا ما ينجحش في التسجيل، لكن هنا دخول احد لاعبي النادي الاهلي طبقا لاشاره كابتن احمد غالب قبل ان تلمس الكره الرينج او الحلقه، والاوتسايد لصالح الاتحاد. اوتسايد التحداوي. ضغط من النادي الاهلي في البريس فول كورت خاصه على ديكسون. يطلع على طول بالملعب انس اسامة، انس بالهاند اوف مع ياسر صالح، ياسر لديكسون مره ثانيه، نزل لانس تحت الباسكت مع عمر طارق بالهاند اوف مع ديكسون، ديكسون في الدرايف من البيز لاين يطلع الكيك اوت عند يوسف شحاته على الاوبن شوت يوسف، لكن لا يسجل ايهاب امين في الديفنسيف ريباوند. ايهاب لسه الكره مع ايهاب منتظر يلعب السيت بلاي، هيبدا جاله عمر طارق على طول بالسكرين، ايهاب امين في الدرايف واحد على واحد بالفلوتر شوت ما ينجحش بالتسجيل، انس اسامه في الديفنسيف ريباوند ويطلع الاوتلت لديكسون، ديكسون لوحده خالص بيشوط ما بينجحش في التسجيل، اوفنسيف ريباوند عن طريق ياسر صالح، بيبدا على طول ديكسون الهجمه مره ثانيه للاتحاد، ديكسون يسلم على طول يوسف شحاته في البيز لاين، يوسف في الدرايف واحد على واحد، يوسف يروح لا يسجلش، لكن الفولو دانك على طول جاهز من احمد ابو العلا بيبو اللي بينجح في تسجيل دانك والفولو دانك عن طريق بيبو، يوسع الفارق الى خمس نقاط لصالح نادي الاتحاد. براندون ريجنال، براندون عدى براندون، 26 سنه براندون، اوبن شوت براندون لكن لا ينجح في التسجيل، انس اسامه ديفنسيف ريباوند، يبدا هو الهجمه على طول، انس يسلم على طول ياسر صالح لانس مره ثانيه قطع له، ياسر صالح ما بيديلوش، يسلم بالهاند اوف ليوسف شحاته لانس مره ثانيه، انس في ال1 ان 1 انس مع عمر طارق يلف ويرتكز بالهوك ينجح في التسجيل نقطتين عشان يوسع الفارق الى السبع نقاط لصالح نادي الاتحاد، 10 3 لصالح نادي الاتحاد. ابو النصر يستلم يسلم على طول لبراندون، براندون بالسكرين مع عمر طارق، براندون، براندون يقلب الملعب الناحيه الثانيه لمروان سرحان، مروان 1 1 راح وصل نجح سجل نقطتين مروان سرحان، يدعي الفارق الى خمس نقاط لصالح نادي الاتحاد. ديكسون بالسكرين، ديكسون يعدي على الميديوم، ديكسون وشوط ينجح في التسجيل.
نقطتين كمان لصالح نادي الاتحاد. 12 5 لصالح الاتحاد. يسلم على طول عمر طارق براندون. الهاند اوف مع ابو النصر. ابو النصر 1 ان 1 ابو النصر في الدرايف واحد على واحد بيمين وابو النصر، لكن هنا تم احتسابها لان الكره لمست البورد، لمست البورد وتم احتساب الكره. كاونت لصالح محمد ابو النصر. هل تم احتسابها ولا لا؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. بدايه الهجمه عند انس اسامه. انس يسلم لياسر صالح. ياسر لانس مره ثانيه. انس واحد على واحد يطلع يجو، نزل مكان عمر طارق وعمر الجندي متواجد بدلا من ابو النصر. يلم على طول النادي الاهلي عن طريق براندون. براندون يسلم للجندي. الجندي الجندي في الدرايف. الجندي 1 ان 1 يقلب الملعب لبراندون. براندون على اوبن شوت. براندون في 3 بوينت ما يسجلش، يروح على طول ويلم اوفنسيف ريباوند عن طريق مروان سرحان. عمرو الجندي اوبن شوت عمرو الجندي لكن ما ينجحش. على طول اوفنسيف ريباوند ولا اروع، وخطا شخصي على ديكسون والخطا لصالح ايهاب امين. ادي هنا بدايه 3 بوينت. يلم على طول ايهاب امين سكند شانس، لكن هنا الخطا الشخصي كان واضح وصريح على ياسر صالح. خرج احمد ابو العيله بيبو، نشوف مين نزل مكانه. خرج ايضا يوسف شحاته ونزل مكانه يوسف شوشه وهيثم كمال بدلا من بيبو في تغيير جري كوتش احمد عمر. ري سكرين مع كيجو. عمرو الجندي لازال عمرو الجندي في الدرايف ينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول. والكاونت، هل كاونت ولا لا؟ نشوف. لكن هنا الخطا على يوسف شوشه. رميتين حرتين اذا لم يحتسب الكاونت. كابتن احمد غالب لم يحتسب الكاونت. نشوفها مره ثانيه. ادي هنا الخطا على يوسف شوشه والتو شوتس لصالح، او رميتين الحرتين لصالح عمرو الجندي. عمرو على الفريش رول الاول الرمية الحرة الأولى. عمرو الجندي ينجح في التسجيل. عمرو على الفريش رول الثاني والرمية الحرة الثانية. ينجح أيضا في التسجيل. بداية الفارق عمرو الجندي إلى 3 نقاط في تغيير قادم. دولا يعود إلى أرض الملعب في أول مشاركة ليه. وادي هنا ديكسون ياخد سكرين على طول من أنس أسامة في الدرايف واحد على واحد، يروح على الباسكت ما يسجلش. كيجو على طول في الديفنسيف ريباوند ويسلم لإيهاب أمين. براندون، براندون يقلب الملعب لمروان سرحان في البيز لاين. مروان على أوبن شوت لكن هي مش ما بينجحش في التسجيل. كيجو سكند شانس ولا أروع، لكن دولا هنا ستيل وأن سبورتس. كابتن محمود جمال بيحتسب. أن سبورتس بيحتسب على كيجو. آخر أن سبورتس على كيجو وهيرجع للاي ار اس. نشوفها مرة تانية هنا. كابتن محمود بيحتسب أن سبورتس مان لايك فاول على كيجو لكن عاد إلى الاي ار اس. هنشوف دلوقتي الاي ار اس مع كابتن أحمد غالب وكابتن محمود هيقول إيه. كيجو في انتظار هل هي فاول ولا ان سبورتس، لكن من الاعاده هنشوف ونقول لحضراتكم. الاي ار اس وقراره ايه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. ان سبورتس مان لايك فاول. ان سبورتس مان لايك فاول على مصطفى كيجو. أنا سبورتس مان لايك فاول على مصطفى كيجو برميتين وحيازة لصالح أحمد عادل أو أحمد دولا. رمية حرة أولى لا يسجل دولا. رمية حرة ثانية ينجح في تسجيلها أحمد دولا.
مان تو مان نادي الاهلي طبقا لاشاره ايهاب امين والحيازه لصالح نادي الاتحاد. ديكسون على طول يسلم الكره لهيثم كمال. هيثم يبدا الهجمه بالهاند اوف على طول مع شوشه. البحث عن دوله. دوله في البيس داين استلم على 45. دوله يسلم على طول تحت الباسكت لهيثم كمال. هيثم بالفيدوي يشوط لكن ما ينجحش في التسجيل. يلم على طول لايهاب امين في الديفنسيف ريباوند. يسلم للجندي. الجندي الدرايف. الجندي ياخد سكرين. عدى الجندي في الدرايف 1 اون 1. الجندي على طول يعلق الكره لكن ما ينجحش تسجيل. هيثم كمال يسلم لدوله على طول بعد ما عمل الديفنسيف ريباوند. دوله يبدا الهجمه. دوله واحد على واحد. دوله في البنتريشن يروح يصل في الاخير لا ينجح في التسجيل. كيجو على طول يلم الديفنسيف ريباوند. يبدا الهجمه عن طريق ايهاب امين. ايهاب في الاول زاويه. ايهاب لا يسجل. سكند شانس غير حاضره ما ينجحش فيها. ديكسون على طول يقود الهجمه لشوشه. شوشه يروح على الباسكت ينجح في تسجيل نقطتين وياخد معاهم الاند وان لصالح يوسف شوشه. قطع شخصي وفاول على النادي الاهلي. نشوفه مره ثانيه على مين؟ على مروان سرحان. قطع شخصي وفاول على مروان سرحان. مروان سرحان يخرج. تغيير يجري. كوتش اوجوستي ينزل مكانه سيف سمير. اند وان ورمية حرة إضافية ليوسف شوشة. ينجح في تسجيلها يوسف شوشة. يبدأ براندون الهجمة على طول للأهلي والأهلاوية. 16-9 لصالح نادي الاتحاد. متبقي دقيقتين بالتمام والكمال على نهاية أحداث الكوارتر الأول. إيهاب أمين يهوش حلو قوي يشوط على أوبن شوت. إيهاب أمين في 3 بوينت لا يسجل. يحاول معاها كيجو لكن تصل إلى دولا. دولا يبدأ الهجمة على طول. دولا. دولا يسلم لهيثم كمال من بعيد. هيثم يشوط وينجح في تسجيل 3 نقاط على طول. كوتش اوجوستي يطلب تايم اوت. تعالوا نسمع التعليمات ونشوف الاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. Nothing easy, guys. Nothing easy. Dunking the defensive rebound. Everything easy. Nothing costs them. When we force them to take a machete, we get the stopping as well. Force them. انتهى التايم اوت. الاهلي بعض الارقام كده سريعا في الكوارتر الاول. الاهلي عامل 5 تيرن اوفر حتى هذه اللحظات. الاهلي عامل 5 تيرن اوفر في الفيلد جول. الاهلي 13 محاوله نجح في تسجيل 3 في حين الاتحاد السكندري 18 محاوله نجح في تسجيل 8 بنسبه 44% على 2 بوينت. 14 محاوله هنقسم لحضراتكم. الاتحاد نجح في تسجيل 7 الاهلي نجح في تسجيل 3. لكن خلينا كده مع بدايه المباراه اللي متوقع فيها اقل من دقيقتين. براندون على طول يسلم سيف سمير. سيف سمير يلف ويرتكز ويستخدم اللوحه لكن ما ينجحش في التسجيل. وهنا في خطا شخصي وفاول على سيف سمير بعد ما عمل الديفنسيف ريباوند. هيثم كمان. على 3 بوينت الاهلي شاط 6 محاولات على 3 بوينت ما نجحش في تسجيل ولا محاوله. الاتحاد شاط 4 محاولات نجح في تسجيل محاوله اخيره كانت لهيثم كمان. خلينا مع احداث المباراه. فرق العشر نقاط لصالح نادي الاتحاد. دولا يبدا الهجمه. دولا يسلم على طول بالهاند اوف مع هيثم كمان. انس اسامه رايح لدولا بالسكرين ويقف على الاوبن شوت في 3 بوينت يشوط ما يسجلش. سكند شانس حاضر عند انس اسامه. يسلم لدولا مره ثانيه. دولا على الاوبن شوت ما ينجحش في التسجيل. يلم على طول ايهاب امين. ايهاب يبدا الهجمه. ايهاب يسلم لكيجو. كيجو لعمرو الجندي بالهاند اوف على طول. عمر عزب السعيد للنزول. الجندي في البيس داين لسيف مره ثانيه لايهاب في الاكسترا باص.
يعلي بيك اند رول مع عمرو الجندي، الدرايف عمرو الجندي بالميدل، على عمرو الجندي، نجح عمرو الجندي، سجل عمرو الجندي، ده الفارق الى 8 نقاط لصالح نادي الاتحاد. عمرو الجندي في بدايه الهجمه على طول دوله يسلم لهيثم كمان. هيثم بالهاند اوف مع ياسر صالح او ميدو طه عفوا. دوله ما زال دوله مع الكوره، دوله بالسكرين، دوله عدى، دوله في الدرايف لكن يقطع الكره كده منه على طول. براندون وتطلع الكرة اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. ثواني اخيرة متبقية على عمر احداث كوارتر اول. تقدم نادي الاتحاد بفارق 8 نقاط 19-11. براندون يخرج وينزل مكانه عمر عزم. هيثم كمان، هيثم عدى، هيثم شوت لكن اير بول على طول. عمرو الجندي جاهز في الديفنسيف ريباوند. عمرو الجندي يطلع بالملعب. الجندي الجندي ما زال الجندي يسلم لإيهاب امين. إيهاب لسه إيهاب أمين معاه كورة. إيهاب واحد على واحد يسلم لسيف سمير على أوبن شوت من البيز لاين. سيف سمير ينجح في تسجيل 3 نقاط ولا أروع، ينجح فيهم في تديل الفارق إلى 5 نقاط. دولا عايز يرد سريعا في الثواني الأخيرة لكن لا ينجح في التسجيل، على طول تنتهي تأتي معها صفرة انتهى أحداث الكوارتر الأول بتقدم نادي الاتحاد 19-14 على النادي الأهلي. استراحة قصيرة أعزائي المشاهدين، نعود إليكم في بداية أحداث الكوارتر الثاني. كويس يا سيف، العب بثقة، السم ضايع أي حاجة، العب بثقة والعب. سيف يا لعيبة أوي. We are taking many threes, some good, some not so good, okay? And we are missing. And I know it's difficult sometimes to find all the challenges. Situation that we can feel that when there is a drive, someone is running for a passive out, okay? Just be like, hard. Don't just wait. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين، وزي ما حضراتكم شايفين قدامكم على الشاشه كوتش اوجوستي والتعليمات الاخيره، ويظهر في اخر الكادر عيسى ليونز يرافق الفريق ويتابعه، وايضا برنس علي متواجد على يمينه. هقول لحضراتكم على بعض الاحصائيات على الفيل جول في النادي الاهلي، 16 محاوله نجح في تسجيل 5 بنسبه 31%، 22 محاوله من الاتحاد نجح في تسجيل 8 مقسمه كالاتي، 15 محاوله على التو بوينت للاتحاد نجح في تسجيل 7، و9 محاولات للاهلي على التو بوينت او من داخل القوس نجح في تسجيل 4. على الثري بوينت الاهلي 7 محاولات والاتحاد 7 محاولات، نجح كل منهما في تسجيل محاوله واحده. على الفري ثرو الاهلي او على الفاول شوتين جاله 4 محاولات نجح في تسجيل 3، والاتحاد جاله 3 محاولات بنجح في تسجيل 2. الاهلي في الريباوند 15، الاتحاد 11. خلاص التعليمات الاخيره للكوتش اوجوستي، ونعود لبدايه احداث الكوارتر الثاني. الحيازه اهلاويه، عمرو الجندي 4 نقاط، قابله انس اسامه ايضا 4 نقاط في احداث الكوارتر الاول كتوب سكورر. بدايه اهلاويه جديده لصالح النادي الاهلي. ايهاب امين، ايهاب ياخد سكرين، ايهاب بيك اند رول مع كيجو، كيجو عمرو الجندي، عمر عزب، ايهاب امين، ده المتواجدين. عمرو الجندي على اوبن شوت، عمرو الجندي لا يسجل، سيف سمير يحاول معاها لكن زق الكره على طول وتروح لميدو طه، ميدو طه يقف، ميدو لهيثم كمال، انس اسامه يقلب الملعب لدوله، دوله ميدو طه، انس اسامه، هيثم كمال بيك اند رول مع انس، انس يروح على الباسكت لا يسجل على طول، ايهاب امين ديفنسيف ريباوند ولا اروع، يروح ايهاب امين في الاول زاويه لسه ايهاب، لكن هنا خطا شخصي وفاول على احمد عادل دوله، خطا شخصي وفاول على دوله، خطا هنا والاعاده. شكرا لمخرجينا وزمايلنا في المباراه. عمر عزب هيطلع الاوت، يسلم على طول لمصطفى كيجو، كيجو بالهاند اوف مع عمرو الجندي، عمرو الجندي في الوان ان وان، عمرو منتظر السكرين لسه، عمرو الجندي، عمرو الجندي لسه، عمرو الجندي في الدرايف، عمرو الجندي اند وان، ينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول واند وان للصالح عمرو شريف الجندي، ينجح في التسجيل عمرو الجندي وياخد معها اند وان
لصالح النادي الاهلي. اذا الفارق الى 3 نقاط لصالح نادي الاتحاد. الخبره تلعب دورها. عمرو الجندي. تغيير في صفوف الاتحاد من قبل الكوتش احمد عمر. يا احمد ابو العيلة بيبو يعود مره ثانيه رقم 14 بدلا من انس اسامه. تحذير من كابتن محمود للكوتش اوجوستي. اي اعتراض بتكنيكال فاول. اند وان لعمرو الجندي. عمرو الجندي في الاند وان لا يسجل. كيجو يحاول معاها لكن في الاخير تصل الى دولا. دولا يبدا الهجمه. كابتن محمد الغزاوي والحاج محمد بصلحي رئيس نادي الاتحاد. كابتن محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي يتقابلان في المحصوره. ميدو طه بالسكرين مع بيبو. ميدو وهنا غفله دفاعيه من عمرو يقطع من وراه كده يوسف شوشه في الباك دور ينجح انه ياخد اللعب وينجح في تسجيل نقطتين. بدايه الهجمه عند النادي الاهلي. ايهاب امين. ايهاب لسه ايهاب امين. ايهاب في الدرايف واحد على واحد. ايهاب اقل من 10 ثواني. عمر عزب يهوش. عمر عزب على الميديم. عمر عزب يشوط لكن لا يسجل. درايف كده على السكند شانس لكن تصل الى ميدو طه. ميدو طه يبدا الهجمه. ميدو. ميدو ترانزيشن ديفنس استطاع النادي الاهلي ايقافه لكن عمر عزب يرتكب خطا شخصي وفاول. ترانزيشن ديفنس معناه ايه؟ معناه الارتداد من الهجوم الارتداد السريع من الهجوم الى الدفاع. اوتسايد للاتحاد. يستلم على طول هيثم كمان. هيثم بالهاند اوف مع دولا. دولا واحد من مفاتيح اللعب الكوتش احمد عمر. عدى دولا. دولا ما زال دولا على اوبن شوت. دولا 3 بوينت ينجح في تسجيلها احمد عادل دولا عشان يوسع الفارق الى 24-16. 8 نقاط هو الفارق لصالح نادي الاتحاد. ايهاب امين لسيف. كيجو بالهاند اوف مع عمرو الجندي. عمرو في الدرايف. عمرو يسلم على طول عمر عزب. عمر عزب بالبنتريشن من الميدل بالفلوتر شوت ما ينجحش. بيبو على طول يلم ديفنسيف ريباوند ويسلم لدولا. دولا يبدا الهجمه. دولا ويهدى على ملعبه ويبدا اللعب في السيت بلاي. دولا ياخد سكرين من بيبو يقلب الملعب على طول هيثم كمان. هيثم في الدرايف واحد على واحد يتولى رقبته بالسويتش هنا. عمر عزب يزق الكره بيبو وينجح في تسجيل نقطتين. احمد ابو العيلة بيبو لصالح نادي الاتحاد. يوسع الفارق الى فارق ال 10 نقاط. 10 نقاط فارق لصالح نادي الاتحاد. يستلم على طول عمر عزب. عمر يسلم لكيجو بالهاند اوف على طول مع ايهاب امين. ايهاب في الاوبن شوت ما ينجحش في التسجيل. لازم نهدى شويه. يستلم على طول ميدو طه يبدا الهجمه. ميدو. ميدو طه درايف واحد على واحد يسلم لبيبو. بيبو يطلع الكره مره ثانيه. لهيثم كمان. هيثم بنتريشن من الميدل مع سيف سمير يلف ويرتكز ويشوط لكن ما ينجحش في التسجيل. يلم على طول للبوب. ايهاب امين حاضر في الديفنسيف ريباوند يطلع في الاول زاويه. ايهاب. ايهاب يبدا الهجمه. يسلم للجندي. طلب السكرين يقول له وسع الملعب. عدى لكن هنا هنا تيرن اوفر والاوتسايد على عمرو الجندي. في تغيير يجري كوتش احمد عمر. شوف مين نزل دلوقتي. عاد ديكسون وبراندون مره ثانيه بدل من ايهاب امين. وهنشوف مين ثاني خرج من نادي الاتحاد. ديكسون يعود الى الملعب يسلم على طول ليه. هيثم كمان. خرج احمد عادل دوله. يوسف شوش على اوبن شوت. يوسف لكن ما ينجحش في التسجيل. يلم سيف سمير على طول ويسلم لبراندون اللي نزل مكان ايهاب امين. براندون. براندون لسه الكره مع براندون. يسلم لعمر عزب. براندون كاد سكرين. عدى براندون في الون ان وان. براندون راح لكن في بلوك اتعمل هنا من احمد بيبو. لما سكن شانس على طول عند كيجو اوبن شوت في الكيك اوت من سيف سمير ما ينجحش في التسجيل. ديكسون على طول يستلم من بيبو ويبدا الهجمه. ديكسون. عدى ديكسون. لسه ديكسون مع الكوره. ديكسون في درايف واحد على واحد بشماله ينجح. ياس وينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي
الاتحاد يوسع الفرق الى فرق ال 12 نقطه لصالح الاتحاد السكندري. عمرو الجندي لا زال يمتلك الكره بالسكرين مع كيجو. عمرو الجندي في الدرايف واحد على واحد يروح يصل لكن ينجح انه ياخذ خطا شخصي وتو شوتس على احمد ابو العلا بيبو. خطا شخصي لصالح عمرو الجندي برميتين حرتين وتو شوتس لصالح احمد ابو العلا بيبو. عفوا عمرو الجندي. 28 16 لصالح نادي الاتحاد. الجندي على الفري ثرو الاول والرمية الحرة الاولى. لكن هنا فيه ايه ده اللي هنشوفه دلوقتي. هل هيتم تغيير احمد ابو العلا بيبو؟ فعلا تم تغيير احمد ابو العلا بيبو ونزل مكانه انس اسامه. عمرو الجندي 6 نقاط حتى هذه اللحظات كتوب سكورر. يليه مروان سرحان 3 بونت وسيف سمير 3 بونت ده من النادي الاهلي. في سوا اول ورمي حره اولى لعمرو الجندي لا يسجل. احمد ابو العلا 6 نقاط، مايكل ديكسو 6 نقاط، يوسف شوشه 5 نقاط، ده التوب سكورر في نادي الاتحاد. الجندي على الفري ثرو الثاني ينجح في التسجيل، ده الفارق الى 17 28. احمد مهيب في الاستعداد للنزول. واحده من الكروت اللي بيدفع بيها كوتش اوجوستي، هندوف على طول يستلم ديكسون، ديكسون في الوان الوان ويقلب على طول هيثم كمان، هيثم يهوش روح في الدرايف واحد على واحد، هيثم ينجح في التسجيل، 2 بوينت جديده لصالح نادي الاتحاد. يبدا براندون الهجمه. براندون السكرين، براندون عدى. براندون من البيز لاين على اوبن شوت، براندون في الميديم لكن لا يسجل. سيف سمير سكند شانس يهوش، المره دي هيطلع كيك اوت، طلع لعمر عزب، جدد الهجمه او زمن الهجمه. باك ليب ولا اروع من عزب لكن ما ينجحش في التسجيل، تصل الكره الى هيثم كمان بعد محاولات من كيجو. يبدا الهجمه ديكسون مره ثانيه. ديكسون عدى على طول من هيثم كمان. لسه ديكسون عايز يسلم لهيثم كمان لكن قلب الملعب الناحيه الثانيه لانس اسامه. انس في الوان وان، انس يلف ويرتكز بشماله ما يسجلش، يلم على طول الجندي يطلع بالملعب الجندي ويبدا الهجمه. عمرو الجندي، عمرو درايف، عمرو على طول بالفلوتر شوت، عمرو ينجح في تسجيل نقطتين ده بيهم الفرق الى 11 نقطه علشان على طول تايم اوت ياتي من الكوتش احمد عمر. تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. On the pick and pop communication for the pop switch. But then, this last time, Kijo, I'm talking to you. This last time, Brandon after the switch, Hyzam rolls here. And you are here with Anas. Send him out. Anas is here. Triple switch. Send him out. Okay? Basically for rebound. Maybe they're not gonna flip the ball here, but there is a quick shot. Brandon is rebound. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش اوجوستي. بعد الاحصائيات سريعا كده، عمرو الجندي كتوب سكورر في النادي الاهلي 9 نقاط يقابله احمد ابو العلا رقم 14 بيبو ب6 نقاط. توتال ريباوند كيجو 7 مقابل هيثم كمان 6 في الريباوند. الاسيست ايهاب امين عامل 2 واحمد دولا عامل اسيست وحيد. دي بعض الاحصائيات سريعا كده بنشكر فيها زملائنا الاعزاء في لجنه الاحصاء وكاد الدكتور محمد حامد والكابتن محمد البيسي. كوتش اوجوستي وتعليمات اخيره، التركيز على الدفاعات. يبدا ديكسون الهجمه على طول، 4 دقائق 24 سنه متوقعه نهايه احداث كوارتر ثاني. ديكسون على طول يعدي بالسكرين، ديكسون في ال 1 ان 1 يروح لوحده خالص ينجح في تسجيل نقطتين، وسع الفارق الى 19 الاهلي 32 الاتحاد.
يعود عمر طارق الى ارض الملعب. براندون على الميديا مسيرة لكن تخبط كده. ده حسب خطأ شخصي على براندون. حسب خطأ تم احتساب خطأ شخصي على براندون. على عمر طارق. كابتن محمود جمال يحتسب خطأ شخصي على عمر طارق. يعني مش عارف. اكيد في الاعادة هنشوفها ممكن تبين لنا اكتر. لكن خطأ شخصي على عمر طارق. ديكسون يعود الى ارض الملعب. يسلم على طول لانس اسامة. انس يبدأ الهجمة. بالهاند اوف يستلم يوسف شوشة. لديكسون مرة تانية تحت الباسكت. هيثم كمال في الوان ان وان مع عمر الجندي. يقلب الملعب على طول لديكسون. او ميدو طه. تخبط في ميدو. الكابتن احمد غالب احتسبها على عمر عزب اوت سايد. حسب الكرة على عمر عزب اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. ست ثواني متبقية على زمن الهجمة. أحمد مهيب في تغيير وجري كوتش أوجوستي ميديم شوت على طول ما بينجحش في التسجيل. عمرو الجندي ديفنسيف ريباوند يبدأ الهجمة. عمرو الجندي لسه عمرو بالسكرين. عدى عمرو بالفلوتر. عمرو لكن بلوك من أنس أسامة تصل إلى ديكسون. فاست بريك 3 على 2. ميدو طه يروح وينجح في التسجيل نقطتين يوسع الفرق إلى 34 19 على طول. كوتش أوجوستي يطلب تايم أوت في آخر 3 دقايق 21 ثانية. متقدم نادي الاتحاد بنتيجة 34-19. ادي اللعبة هنا وادي البلوك من انس اسامة وادي الفاصل بريك السريع ما بين ميدو طه ويوسف شوشة وديكسون. تنتهي عند ميدو طه اللي بيروح ويسجل نقطتين ويأتي معها تايم اوت لصالح كوتش اوجوستي. تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالعادات ونرجع لحضراتكم مرة تانية. We have to cut down the turnover. Every time we turn the ball over, it's fast break. The situation will be attacked. Just play with patience. Don't play on the air. Here. They are helping. They are collapsing here. On the floor, kick out. On the floor, spin back, kick out back. And then extra pass. And then attacks. Don't go aggressive every time against the defense. Against the defender here and jump them back. We good. Come on, guys. I know. Anas is here. Stop. You are here and it's not your help. It's not your help. But we have to be together. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش اوجوستي. نعود الى ارض الملعب والحيازه الاهلاويه. عمر طارق، عمرو الجندي، عمر عزب، احمد مهيب، براندون. ده الخماسي اللي متواجد على ارض الملعب. عمر طارق في حوار مع الكابتن محمود جمال. الفاول الاخير. يبدا النادي الاهلي الهجمه عن طريق براندون. عدى براندون يسلم على طول لمهيب. مهيب يسلم لعمر طارق بالباص في السكيب باص عند عمر عزب في الميدل لمهيب. مهيب يبحث عن الثري بوينت. مهيب في درايف واحد على واحد يطلع الكيك اوت لعمرو الجندي. الاكسترا باص عند براندون. على اوبن شوت ينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول على هيثم كمال لاعب نادي الاتحاد رقم 6. ثلاث رمات لصالح براندون على الفري ثرو او على الفاول شوتنج. يوسف شوشه يخرج. شوفها مره ثانيه. ادي هنا الكيك اوت من مهيب توصل الى عمرو الجندي. اكسترا باص عند براندون اللي بيشوط لكن بيتم اعتراضه من هيثم كمال بخطا شخصي وفاول. وثلاث رمات حره لبراندون. على اوبن شوت الاولى ينجح في تسجيلها. ده الفرق الى 20-34 لصالح نادي الاتحاد. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لبراندون. ينجح في التسجيل. في ثرو ثالثة وأخيرة لبراندون. ينجح أيضا في التسجيل. دي الفرق إلى 12 نقطة لصالح نادي الاتحاد. ديكسون يبدأ الهجمة. ديكسون يسلم لهيثم كمال. هيثم بالهاند أوف على طول مع دولا. دولا يعود إلى أرض الملعب. لميدو طه. ميدو على الهاي بوست لانس اسامه يعلق كده الكوره لهيثم كمال يلحقها هيثم لكن دفاع قوي من النادي الاهلي وخطا شخصي. جامبول كابتن احمد غالب يحتسبه على الفريقين على طول الحيازه لصالح نادي الاتحاد.
احنا الكره ما بين براندون و هيثم كمان اوتسايد للاتحاد. ميدو طه على الميديم شوت يشوت ما يسجلش. عمر عزب في الديفنسيف ريباوند. عمر يبدا الهجمه ويسلم لبراندون على طول. براندون عدى قبل 8 ثواني. براندون اخر دقيقتين ونص على نهايه احداث كوارتر ثاني. مهيب مهيب لسه مهيب مهيب في الدرايف واحد على واحد ما ينجحش في التسجيل. يحاول معاها لكن ديكسون يروح على طول بالكوره يقطع ويعمل ستيل ولا اروع. عمرو الجندي لمهيب. مهيب على الاوبن شوت. مهيب على الاوبن شوت. مهيب على الاوبن شوت ما يسجلش. سكند شانس عند البيج او تتخطف منه كده وتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي 13 سنه متبقيه على زمن الهجمه. مهيب هنا في الاوبن شوت. وادي السكند شانس وادي لاست تاتش على احمد دول. يتم تغيير عمر الجندي تقريبا في اصابه في وجه عمر الجندي. شوف مين هينزل مكانه. عمر الجندي بيتم تغييره. كوتش جوسي بيتحدث مع كابتن محمود. مروان سرحان بدلا من عمرو الجندي اللي تم تغييره للاصابه. 13 ثانيه متوقعه على زمن الهجمه. دقيقتين 9 ثواني على زمن الكوارتر. عمر عزب يستلم لوحده خالص في الاوبن شوت. عمر عزب على الثري بوينت ما يسجلش. ديكسون ديفنسيف ريباوند يقلب الملعب على طول لدوله. دوله والفاست بريك عند هيثم كمان. يهدى هيثم كمان ويسلم لدوله مره ثانيه. دوله يبدا الهجمه بالسكرين لهيثم كمان في البيك اند رول على الاوبن شوت. هيثم ينجح في تسجيل ثلاث نقاط. هيثم كمان يوسع الفارق الى 37-22. براندون يبدأ. براندون ريجنال الأمريكي. براندون بسكرين مع عمر طارق. براندون يطلع على طول مروان سرحان. مروان بالهاند اوف مع عمر عزب يقلب الملعب على طول بالهاند اوف لبراندون. براندون في الدرايف. براندون لعمر طارق وعمر طارق ينجح انه ياخد خطأ شخصي وفاول لصالحه. خلينا مع كابتن أحمد غالب نشوف الخطأ الشخصي على مين. هنا الفاول وادي الاعاده. واقول لحضراتكم الخطا الشخصي على مين. عمر طارق والرمية الحره الاولى والفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. عمر طارق والفري ثرو الثاني. فري ثرو ثاني لعمر طارق لا يسجل. حاول معاه مهيب كده لكن تصل وقع بالستيل على طول مروان سرحان يقلب لبراندون. براندون ليه عمر عزب. عمر بالفلوتر شوت لا يوصل على طول الكره لعمر طارق. عمر طارق في الوان ان وان يطلع الكيك اوت لمروان. مروان على الاوبن شوت. مروان سرحان ينجح في تسجيل ثلاث نقاط يضيع الفارق الى 26-37. ديكسون على طول يسلم الكره لدوله. دوله اخر دقيقه في عمره احداث كوارتر ثاني. دولا يقلب الملعب لديكسون تحت الباسكت. انس اسامه هندف لا سلم على طول ليه هيثم كمان لدولا مره ثانيه. دولا على اوبن شوت. دولا في 3 بوينت. دولا ما بينجحش في التسجيل. تصل الى انس اسامه لكن بلطشها كده منه ويطلعها اوت. عمر عزب اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. الخطأ الشخصي الأخير كان على هيثم كمان لاعب نادي الاتحاد. ميدو طه يخرج ينزل مكانه يوسف شوشة. أوتسايد للاتحاد لكن هنا في خطأ شخصي وفاول على أحمد مهيب. خطأ شخصي وفاول على أحمد مهيب. اوتسايد للاتحاد. يطلع على طول ويستلم انس اسامه. انس الوان ان وان. انس مع عمر طارق يطلع كيك اوت لشوشه. شوشه في الدرايف واحد على واحد يلف ويرتكز يستخدم الفيد اواي شوت لكن هنا لسه الكره مع النادي الاهلي بعد تراي كده من شوشه. يعمل الديفنسيف ريباوند عمرو الجندي في الاول زاويه. عمرو الجندي ينجح في تسجيل
نقطتين عمرو الجندي ده بيهم الفرق الى 9 نقاط بعد ما كان وصل الى 15 نقطة. على طول كوتش احمد عمر يطلب تايم اوت لايقاف تقدم النادي الاهلي. عمرو الجندي في الاول ذا واي اخر لعبة على طول يطلب وراها كوتش احمد عمر تايم اوت. تايم اوت، تعالوا نسمع التعليمات، نستمتع بالعادات ونرجع لحضراتكم مرة تانية. جيب الشوك يا حاج يا سالم. خلاص انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش احمد عمر. النتيجه الان 37 للاتحاد 28 النادي الاهلي بعد نقطتين سجلهم عمرو الجندي في الاول ذا واي. الحيازه لصالح نادي الاتحاد. يستلم ديكسون على طول يبدا الهجمه. ديكسون ثواني اخيره في عمر والكوارتر الثاني اخر دقيقه 18 ثانيه او 15 ثانيه. ديكسون لسه النادي الاهلي مان تو مان. عدى ديكسون من السكرين استلمه على طول كيجو لكن ما بينجحش في التسجيل. ديكسون يلم على طول عمرو الجندي. عمرو الجندي في بدايه الهجمه. لسه عمرو الجندي سكرين مع كيجو يسلم لعمرو الجندي في البيك اند رول لكيجو لكن كيجو ما ينجحش في التسجيل. يلم على طول نادي الاتحاد ويسلم لديكسون على اوبن شوت في البيس لاين ما ينجحش. حاول معاه النادي الاهلي ينجح كيجو على طول في الديفنسيف ريباوند. يسلم لمهيب. مهيب يهدى على ملعبه ويسلم لبراندون. براندون 11 نقطة. عمرو الجندي كتوب سكورر في النادي الاهلي. براندون عدى حلو قوي طلع كيك اوت لمروان سرحان لكن هنا دايس على اللاين مروان سرحان والاوت سايد لصالح نادي الاتحاد. عدى براندون حلو قوي هوش حلو قوي طلع كيك اوت لمروان لكن مروان حب يعمل فيك دايس على اللاين والاوت سايد للاتحاد. 35 سنة متوقعة على نهاية الكوارتر الثاني. دولا يبدا الهجمه. دولا لسه دولا يسلم لهيثم كمان ليهوش سلم لدولا مره ثانيه بالسكرين بيك اند رول لكن يعمل الستيل هنا لسه الكره مع هيثم كمان تراي على الباسكت ما ينجح. يلم على طول احمد مهيب في الديفنسيف ريباوند. يبدا مهيب الهجمه اخر الثواني وان تراي للهجمه. عمرو الجندي يقول لهم اهدوا. عمرو الجندي 10 ثواني متوقعه على زمن الكوارتر. عمرو الجندي هوش حلو قوي فيك عمرو الجندي كيك اوت عند مروان. مروان هوش طلع على طول لمهيب. مهيب على اوبن شوت مهيب لكن لا ينجح في التسجيل عشان تاتي مع صفره انتهاء احداث الكوارتر الثاني بتقدم نادي الاتحاد على نادي الاهلي 37 28 في نهائي كاس مصر. اعزائي المشاهدين استراحه قصيره ما بين احداث كوارتر اول ما بين كوارتر ثاني وثالث نذهب بها سريعا الى الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام كابتن نبيل بخيت والكابتن محمد السلعوه. زميل العزيز كابتن هيثم اليك الميكروفون. Using hands, 20 minutes. Showing up when there is a penetration, someone show up, force him to make a pass. Don't wait for another one to do the job for you. Okay? This is the only way we can change the game if we are better, more aggressive on this. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وشكرا للضيوف الكرام كابتن نبيل بخيت وكابتن محمد السلعاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده مشاهدي ومتابعي ومحبي كره السله في كل مكان معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم مره ثانيه من صاله الشباب والرياضه ونقل نهائي كاس مصر ما بين الاهلي والاتحاد. للي ما كانش معانا انتهت احداث الكوارتر الاول
بتقدم نادي الاتحاد على النادي الاهلي 19-14، ثم انتهت احداث الكوارتر الثاني 37-28 لصالح نادي الاتحاد. تشكيل نادي الاتحاد: مايكل ديكسون رقم 0، عبد الرحمن خالد، يوسف شحاته، هيثم كمال، دولا، ميدو طه، انس اسامه، باسم الليسي، يوسف شوشه، احمد ابو العيله بيبو، ياسر صالح، وعلي محمد. واللي شارك حتى هذه اللحظات في احداث المباراه من فريق الاتحاد 9 لاعبين فيما عدا عبد الرحمن خالد وباسم الليسي وعلي محمد. اما النادي الاهلي تشكيله طبعا القياده الفنيه للكوتش احمد عمر. فريق الاهلي اليوم بيمثله براندون، عمر عزب، ايهاب الجندي، ايهاب امين، عمرو الجندي، مروان سرحان، سيف سمير، كيجو، كريم حاتم، مهيب، محمد طارق خيري، ابو النصر، عمر طارق. القياده الفنيه للكوتش اوجستي جولبي بوش لم يشارك حتى هذه اللحظات من الفريق كريم حاتم ومحمد طارق خيري، في حين شارك 10 لاعبين في احداث الكوارتر الاول والثاني. توب سكورر النادي الاهلي في الكوارتر الاول الثاني هو عمرو الجندي، يليه مروان ب 11 نقطه، مروان سرحان 6 نقاط، سيف سمير 3 نقاط، في الاتحاد هيثم كمال 8، مايكل ديكسون 8، واحمد ابو العيله بيبو 8 نقاط. هيثم كمال في التوتال في التوب ريباوند 7 امام كيجو 8، ايهاب امين 6، وعمرو الجندي 6 ريباوند. في الاسيست ايهاب امين 2، عمرو احمد متولي او دولا 2 ايضا. على بركه الله الحيازه لصالح النادي الاهلي، مايكل ديكسون، ايهاب امين، كيجو، عمر طارق، وعمرو الجندي خماسي النادي الاهلي. اما خماسي نادي الاتحاد هو دولا ومايكل او مايكل ديكسون، واقول لحضراتكم ياسر صالح، انس اسامه، واحمد بيبو. عمر طارق في اولى المحاولات يسلم لكيجو، كيجو لعمر طارق، لكن تيرن اوفر وباد باص كده واوت سايد لصالح نادي الاتحاد. اول تيرن اوفر في احداث الكوارتر الثالث، مايكل ديكسون في قياده فريق الاتحاد. ديكسون يعدي بالسكرين مع براندون، يعلق الكره لاليوب وينجح في تسجيل دنك. انس اسامه بعد اسيست من مايكل ديكسون واليوب دانك لصالح نادي الاتحاد. براندون يبدا الهجمه، براندون ياخذ السكرين من كيجو، براندون لكيجو، يبحث عن ايهاب امين في الباك دور، ايهاب، ايهاب في الدرايف واحد على واحد، لسه ايهاب يطلع كيك اوت لبراندون، براندون يقف بالستيب باك كده ويشوط على الميديم شوت ما يسجلش، سكند شانس حاضر على طول من كيجو، كيجو لكن تخبط كده في ديكسون وتطلع اوت سايد لصالح نادي على اوتسايد اهلاوي. براندون هيطلع الاوت، يسلم للجندي، الجندي بالسكرين مع عمر طارق، الجندي في الدرايف، الجندي لسه، الجندي يسلم لايهاب امين، ايهاب امين على الاوبن شوت في 3 بوينت، اولى نقاط احداث كوارتر اول ينجح في تسجيلها ايهاب امين، ده الفارق الى 8 نقاط 31-39 لصالح نادي الاتحاد. ديكسون بالاستجر سكرين يعدي، يسلم بيك اند رول مع انس اسامه، الفلوتر شوت لانس ما ينجحش، يزوق الكره تخبط في ايد ياسر صالح، تطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. دفاعات قويه طبقا لما قاله كوتش اوجستي، بي مور اجريسيف ان ديفنس، بي مور اجريسيف ان ريباوند، خليك قوي في الديفنس، خليك قوي في الريباوند، اشترك في كل ريباوند، ده اللي قاله كوتش اوجستي في تعليمات ما بين احداث الكوارتر الثاني والثالث. براندون يقلب الملعب لكيجو، كيجو لعمر الجندي، لسه عمرو الجندي يسلم لبراندون مره ثانيه، براندون كروس اوفر على الاوبن شوت، براندون لكن ما ينجحش في التسجيل. انس اسامه يلم ويسلم لدولا، دولا يبدا الهجمه مع ايهاب امين، من تمن لازال النادي الاهلي، ايهاب او دولا يصطدم بيه كيجو، يلعب سيت بلاي مره ثانيه، حاول 1 اون 1 دولا، لكن هنا قرار صحيح من كابتن احمد غالب مخالفه المشي الكره، قرار روعه الروعه من كابتن احمد غالب، وترن اوفر جديد على نادي الاتحاد هنا في قرار هنشوفه مره ثانيه، خطوه 2 3 طلع الكيك اوت ووك. براندون يبدا الهجمه، براندون مان تو مان نادي الاتحاد، يسلم لايهاب امين، ايهاب نزل الكره لعمر طارق، لكن هنا في خطا شخصي وفاول على احمد ابو العيله بيبو، 8 نقاط ده الفارق لصالح نادي الاتحاد. اوتسايد اهلاوي، براندون هيطلع الاوت، سكرين يستلم عمرو الجندي، عمرو
عادي هيضغط على كل الكي بلاير من لعيبه الاهلي اللي بيشوط 3 بوينت. براندون يعدي، براندون ميديام شوت، براندون ينجح في تسجيل نقطتين، يدعي الفرق الى 6 نقاط. براندون 33-39 لصالح الاتحاد. شوفها مره ثانيه، ادي براندون من الستوبن ويطلع ويشوط على الميديام شوت. بدايه الهجمه عند نادي الاتحاد، ضغط اهلاوي، ياسر صالح يرفع كرة سيطر عليها، ياسر صالح في الوان الوان، ياسر يطلع كيك اوت على طول لبيبو، بيبو على الميديا بشوت يشوت ما يسجلش، كيشو في الديفنسيف ريباوند ويسلم على طول للبوب ايهاب امين، يقلب الملعب لبراندون، براندون واحد على واحد في الون زاوية، لسه براندون يسيطر على الكرة، براندون يسلم لايهاب امين في مركز صانع الالعاب، ياخد سكرين ايهاب من بعيد، ايهاب ينجح في تسجيل 3 نقاط، كامباك ولا اروع من البوب ايهاب امين، يضيع الفارق الى 6 نقاط. واحده من ثلاثيات ايهاب، سدد السهم وسمى ورمى، ثلاثيه ايهاب امين ينجح في تسجيلها ويضيع الفارق الى 3 نقاط. تايم اوت يطلبه كوتش احمد عمر عشان يوقف تقدم النادي الاهلي. تعالوا نسمع التعليمات، نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. Good. We are like beating here and have put a hand. We have people here, you sprint to contest the shots. Okay? This is a change, okay? We have to keep going like this. If they beat me, I don't stop running. I don't stop. I'll go somewhere. Someone will help me. And at the end, everybody ready for loose balls, for 50-50 balls in the back. لما لم الكرة في الديفنس حتى جيلي بسرعة، أنا مش عامل لك كده. ماشي 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 ماشي. We play ball inside. Don't play in out to the form of the teacher. Wait for انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش احمد عمر، طبعا متواجد في المقصوره الرئيسيه اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن خالد مرتجي، كابتن طارق انديل، كابتن محمد الجرحي، كابتن محمد سراج، كابتن محمد ضماطي، وكابتن محمد الغزاوي، وايضا يرافقهم الكابتن ومتواجد ايضا وحريص على التواجد دائما وابدا كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. نعود الى ارض الملعب مره ثانيه. هاند اوف على طول، يستلم ياسر صالح، يبحث عن ديكسون. انس اسامه تحت الباسكت في الوان ان وان، انس يسلم بالهاند اوف لديكسون، ديكسون على الميديم شوت يشوت ما يسجلش، سكند ديفنسيف ريباوند حاضر على طول من عمرو الجندي. عمرو الجندي ثلاثيتين لايهاب امين، يجعل التقدم فارق 3 نقاط لصالح نادي الاتحاد. براندون، براندون على الاوبن شوت، براندون لا يسجل، ديكسون على طول ديفنسيف ريباوند ويسلم لدولا، يعني بالملعب لدولا، دولا ما زال مع الكره لديكسون، اوبن شوت لديكسون لكن ما يسجلش، البيك اوه على الديفنسيف ريباوند، يسلم لايهاب امين اللي بيبص وتلقى التعليمات من الكوتش اوجوستي. ايهاب لعمرو الجندي، لسه عمرو في البنتريشن من الميدل، عمرو يسلم لكيجو، كيجو يطلع الكرة مرة ثانية لإيهاب ويروح له بالسكرين، يقلب الملعب لعمرو، عمرو الجندي على الأوبن شوت لكن ما يسجلش، تصل إلى براندون، يعيد بيها الهجمة مرة ثانية لكن أوبن شوت سريعة هنا، كانت هنا صفرة الـ 24 ثانية هي الأسرع، ده اللي هنشوفه. صفرة الـ 24 ثانية كانت هي الأسرع من تصويبة إيهاب علي. تقول الكرة والحيازة على طول لصالح نادي الاتحاد، يبدأ على طول دولا الهجمة، دولا عدى من إيهاب أمين، دولا في الدرايف واحد على واحد، دولا ما يسجلش، إيهاب أمين يحاول معها لكن بيبو ياخد الكرة ويطلع كيك أوت لياسر صالح، ياسر يقف ويلف ويرتكز ما يجيبش، يزق الكرة كده على طول تصل إلى بيبو. وادي دولا على أوبن شوت، دولا ينجح في تسجيلها ويوسع الفرق إلى 6 نقاط مرة ثانية. إيهاب أمين في بداية الهجمة. إيهاب لسه إيهاب سلم لكيجو لبراندون، براندون بالسكرين، براندون، براندون لسه معاه الكرة، ايهاب امين في الدرايف واحد على واحد، ايهاب يروح ايهاب لكن ما يسجلش، تصل الكرة عند مين؟ تصل الكرة عند ديكسون لكن هنا فاول وخطأ شخصي يحتسبه كابتن عمرو زاهد على براندون ريجنالد المحترف الامريكي للنادي الاهلي، وخطأ شخصي على براندون. تكنيكال فاول، تكنيكال فاول على دكه نادي الاتحاد والاي ار اس
عشان الكرة الأخيرة ما بين براندون وديكسون، هل هيتم احتسابها خطأ عادي أم أن سبورتسمان لايك فاول؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي، لكن هنا في تكنيكال فاول على نادي الاتحاد. انستنت ريبلاي سيستم او اي ار اس او الفار بلغه كره القدم، بيراجعوا كابتن عمرو زاهد وكابتن احمد غالب. حوار جانبي ما بين كوتش اوجوستي وايهاب امين اللي نجح في تسجيل الكوارتر الثالث 6 نقاط بثلاثيتين. كابتن احمد غالب نخلي الصوره معاه نعرف القرار ايه، هل فاول وخطا شخصي؟ انا سبورتس مان لايك فاول على براندون، رميتين وحيازه لصالح نادي الاتحاد. تكنيكال فاول، براندون ما يسجلش. رمية وحيدة لبراندون لم ينجح في تسجيلها. وان سبورتسمان على براندون، هشوت ديكسون على طول، مايكل ديكسون على الفري ثرو الاول. لكن هنا في صفيره قبل او في هنا حاجه حصلت، يعني واضح ان في حاجه تانية حصلت. رميه وحيده لديكسون لسجل الرميه الحره الاولى، او عفوا هيعيدها كده، سجل الرميه الحره الاولى ورميتين. واضح ان في تكنيكال فاول تاني على النادي الاهلي، واضح كده ان في تكنيكال فاول. رمية وحيدة متبقية لديكسون ينجح في التسجيل. وسع الفارق مرة تانية إلى 9 نقاط، 45-36 لصالح نادي الاتحاد. بدأت الهجمة عند دولا، دولا بالسكرين مع أنس أسامة، دولا لسه دولا 5 ثواني، دولا بيدور على الثلاثة بونت، شاط فعلا 3 بوينت دولا لكن ما بينجحش في التسجيل. ديكسون على طول ديفنسيف ريباوند، ديكسون أو براندون 44-36. يعني نتأكد برضو أعزائي زملائنا، وأدي هنا درايف وبنتريشن من كيجو تخبط في قدم أحد لاعبي الاتحاد. و تجدد معاه زمن الهجمة. يعود هيثم كمال الى ارض الملعب، وايضا احمد مهيب بدلا من كيجو. كده 45 مظبوط السكور. عمرو الجندي، عمرو يسلم لايهاب امين، ايهاب لعمرو الجندي، عمرو على الاوبن شوت، عمرو من بعيد، عمرو لكن لا يسجل، تخبط في ياسر صالح وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي. براندون يعلق كده لعمر طارق، يسلم لبراندون بالهاند اوف، براندون يقلب الملعب لعمر الجندي، عمرو في البنتريشن، عمرو يسلم الاكسترا باص عند مهيب، مهيب لسه نازل وينجح في تسجيل 3 نقاط، روعه الروعه. احمد مهيب ينجح في تسجيلهم، احمد مهيب 3 نقاط يضيق بيهم الفارق الى 6 نقاط، و 6 نقاط هو الفارق لصالح نادي الاتحاد. ديكسون، مايكل ديكسون يقف على الميديا بشوت، ديكسون ينجح في تسجيل نقطتين، يوسع الفارق مره ثانيه الى 8 نقاط، 47-39 لصالح الاتحاد. يعود ايهاب امين الى قاده الملعب، ايهاب لسه ايهاب، ضغط من نادي الاتحاد، براندون لكن هنا اوفنسيف فاول على ايهاب امين، قطع شخصي يحتسبه الكابتن عمرو زاهد. شوفه مره ثانيه، خطا شخصي على ايهاب امين. اوتسايد للاتحاد، يبدا دولا على طول الهجمه، عدى دولا لكن هنا يعمل ستيل ايهاب امين على طول، يخطف ايهاب امين
يبدا الفاست بريك. ايهاب ايهاب بالبيهايند باك يسلم روعه الروعه في الاسيست لعمر طارق، لكن بلوك من انس اسامه. تروح الكره على طول لدوله، دوله في الاول زاويه، دوله دوله عدى، دوله طلع الكيك اوت عند ياسر صالح، يقلب الاكسترا باص عند دوله في البيس لاين، اوبن شوت يو دوله، لكن هنا في احد اللاعبين وقع. دوله ينجح في تسجيل ثلاث نقاط، وهنا ايهاب امين زي ما حضراتكم شايفين واقع. كوتش اوجوستي بيطالب بانها اوفنسيف فاول، لكن تم احتساب ثلاث نقاط لصالح نادي الاتحاد. خمسين تسعة وثلاثين، ثلاث دقائق 19 ثانية متبقية على نهاية أحداث الكوارتر الثالث. تقدم نادي الاتحاد فرق 11 نقطة. يبدأ براندون الهجمة كده، لسه التايم ما تعدش عشان ياخد ال 24 ثانية كاملة في نص ملعب نادي الاتحاد. عدى براندون، براندون يسلم لعمرو الجندي، الجندي طلب السكرين من عمر طارق، الجندي بالسكرين مع عمر طارق، لسه الجندي علق لعمر طارق، عمر طارق في الانسايد ينجح في تسجيل 2 بوينت جديدة لصالح النادي الأهلي. ده الفارق إلى 9 نقاط مرة ثانية. دولا يبدأ الهجمة، دولا يسلم لمايكل ديكسون على طول معاه براندون، عدى مايكل ديكسون قلب الناحية الثانية، لكن هنا ولا أروع من عمرو الجندي اللي يعمل السيل ويطير ويروح على طول لإيهاب أمين بالفاست بريك، ينجح في تسجيل 2 بوينت جديدة لصالح الأهلي والأهلاوية. ده الفارق إلى 7 نقاط لصالح النادي الأهلي، النادي الاتحاد عفوا. يعود مايكل داكسون لقناة الهجمة، لكن السيل رائع بضايف كده في الهواء، ينجح عمرو الجندي انه يعمل الستيل ويسلم على طول لإيهاب أمين. دولا لياسر صالح، ادي انس اسامة، راح انس اسامة لكن الكرة في حيازة. هنا في خطأ شخصي ولا ايه؟ هنا في قرار بخطأ شخصي بينفذه كابتن احمد غالب، وكابتن محمود بيقول فاول، عفوا اوتسايد على الاتحاد، وكوتش اوجوستي بيهدي عمر طارق. نشوفها مره ثانيه. ادي الكوره استلم انس اسامه، عمل درايف من الانسايد، انس اسامه راح الكوره طارت منه وايد عمر طارق في الهواء. القرار الاول لكابتن احمد غالب خطأ شخصي على عمر طارق اللي خرجه كوتش اوجوستي لانه في قمة عصبيته، والقرار الثاني كابتن محمود قال انها اوتسايد على نادي الاتحاد. ايه القرار اللي هيتم؟ واضح كده ان قرار الحكم الاول هو اللي هيتم. خطأ شخصي على هنا في خطأ شخصي على عمر طارق وتكنيكال فاول على عمر طارق، يخرج بيهم ولن يلعب المباراة لانه خمس اخطاء شخصية. ادي التكنيكال فاول هيتم تنفيذه عن طريق دولا، ينجح في التسجيل والتو شوتس، لا مش تو شوتس مش تو شوتس، وتكنيكال فاول اخر على كوتش اوجوستي. كابتن محمود يحتسبه، يعني انا مش عارف بصراحه بقى في ايه، انا مش عارف يعني، قدامكم الصوره ابلغ دليل. الصورة قدامكم أبلغ دليل، إحنا مش هنتكلم. وادي حوار ما بين كوتش أوجوستي وكابتن عمرو زاهد. 43-51، 8 نقاط هو الفارق لصالح نادي الاتحاد. تكنيكال فاول على الكوتش اوجوستي، اعتقد ده التكنيكال فاول الثاني على الكوتش اوجوستي، يعني كده هيتم استبعاده من المباراه. كابتن خالد العوضي فعلا ده التكنيكال فاول الثاني على الكوتش اوجوستي، تم استبعاده من المباراه. هيتولى القياده الفنيه دلوقتي الكابتن احمد الجرحي المدرب العام، كابتن خالد العوضي وتشجيعه لفريق
النادي الاهلي كابتن احمد الجرحي هو اللي هيقف على القياده الفنيه دلوقتي بدلا من الكوتش اوجوسي اللي تم استبعاده من المباراه بعد حصوله على 2 تكنيكال فاول. واستبعاد ايضا عمر طارق لخروجه 4 أخطاء شخصيه ثم حصل على تكنيكال فاول اصبح 5 أخطاء شخصيه وخرج. ورمية حرة ينجح في تسجيلها، نزل دلوقتي سيف سمير بدلا من عمر طارق. 9 فارق مرة تانية إلى 9 نقاط. أوتسايد للاتحاد. أوتسايد للاتحاد. كان الله في عون كابتن احمد الجرح اللي هيتولى القياده الفنيه دلوقتي بعد استبعاد كوتش اوجوستي. أوتسايد للاتحاد. سلم على طول ياسر صالح، ياسر لديكسون، ديكسون على الميديم، لا طلع كيك اوت على طول لدولا، دولا اخر 8 ثواني بيك اند رول مع انس اسامه اللي يروح على الباسكت ما يسجلش، يلم الكره على طول النادي الاهلي عن طريق احمد مهيب، يسلم للبوب ايهاب امين يبدا الهجمه ايهاب ويسلم لبراندون، براندون براندون عدى براندون بالسكرين مع سيف سمير، سلم لسيف لبراندون مره ثانيه، براندون لسيف على الهاي بوست، سيف على الاوبن شوت وياخد الخطا الشخصي والفاول والتو شوتس لصالح سيف سمير. تو شوتس ورميتين حرتين لسيف سمير. ده اوتسايد. اوتسايد للاهلي. براندون هيطلع الاوت. سلم على طول لمهيب، مهيب في البيز لاين، عدى مهيب، تخلص من رقابه، يسلم على طول لايهاب امين، اخر 10 ثواني في زمن الهجمه ايهاب، ايهاب عدى ايهاب، يسلم لبراندون، براندون تحت الباسكت لسيف سمير، سيف سمير يتراي كده على الباسكت لكن يشيلها. انس اسامه ببلوك ويروح على الكوره على طول، ديكسون يسلم لانس اسامه بالهاند اوف مع ديكسون مره ثانيه، يقلب الملعب لهيثم كمان. بساط سريعه من نادي الاتحاد تنتهي عند دولا، دولا يعدي بالسكرين ويقلب الملعب لهيثم، هيثم على اوبن شوت في 3 بوينت ما يسجلش، سكند شانس حاضر عند ياسر صالح اللي بيطلع الكيك اوت لدولا، دولا ما بيسجلش، صراع على الكره، ايهاب امين يحاول معاها لكن هنا الاوتسايد لصالح النادي الاهلي، دايس على اللاين ياسر صالح والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. دقيقه اخيره متبقيه في زمن وعمر احداث الكوارتر الثالث، سخنت المباراه، يعود عمرو الجندي الى ارض الملعب مره ثانيه بدل من براندون. هيتولى قياده الملعب دلوقتي ايهاب امين. نهائي كاس مصر 2023/2024 القياده والهجمه لصالح ايهاب امين، ايهاب وخطا شخصي على ميدو طه. اوتسايد اهلاوي. في تحذير من كابتن احمد غالب لايهاب امين. خلينا معاه. حوار كده جانبي نشوف كابتن احمد غالب هيقول ايه لكابتن احمد جرحي. والكرة في حيازة النادي الاهلي. طيب يسلم للجندي بالسكرين، الجندي عدى عمرو الجندي في الدرايف واحد على واحد علق كرة لكن ينجح انه ياخد خطأ شخصي برميتين حرتين والخطأ على انس اسامة. خطأ شخصي لعمرو الجندي برميتين حرتين. تو شوتس للجندي.
عمرو الجندي عرميتين الحرتين وتو شوتس. الجندي فري ثرو الاول ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه لعمرو الجندي. زول ابو النصر ينجح ايضا في التسجيل. 45 52 7 نقاط هو الفارق لصالح نادي الاتحاد. ثواني اخيره في عمره احداث كوارتر ثالث. ديكسون يعدي ديكسون يقابله سيف سمير بعد ما اتعمل سويتش مع ابو النصر. يسلم في البيزلاين لميدو طه لديكسون مره ثانيه في الدرايف واحد على واحد يسلم لانس اسامه بالهوك ينجح في تسجيل نقطتين يوسع الفرق الى 9 نقاط مره ثانيه. جانب من جماهير النادي الاهلي طبعا متواجد عمرو زهران ويوسف المعداوي المصابين نتمنى لهم الشفاء العاجل. كيجو يعود الى الملعب مره ثانيه. كيجو ياخد السكرين يعمل سكرين لعمرو الجندي. كيجو عمرو الجندي عمرو في الدرايف عمرو في الوان ان وان عمرو الكيك اوت الاوبن شوت عند البوبي هاب امين لكن ما بتنجحش في التسجيل. تخبط كده في مين هنشوف خبطت في مين. خبطت في لاعب نادي الاتحاد وتطلع اوت سايد للصالح النادي الاهلي. اوت سايد للنادي الاهلي لكن هنا الصافره بتقول 24 ثانيه هي القرار وتقول الكره على طول لصالح نادي الاتحاد. مانس وهنا اوفنسيف فاول وقرار صحيح من كابتن احمد غالب يحتسبه على ياسر صالح. اوفنسيف فاول وخطا مهاجم واوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد اهلاوي. يستلم ايهاب امين الملعب يبدا ايهاب للجندي. عمرو الجندي اوبن شوت عمرو الجندي لكن بعيده قوي وتاتي معها صفرة انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم نادي الاتحاد بنتيجه 54 45. استراحه قصيره ما بين احداث كوارتر ثالث ورابع ونصل الى الفصل الاخير في احداث الكوارتر الرابع. والراجل هنا طلع الخمسه الشوتر هنا بتاعنا هنا كوره هنا تمام. الراجل هنا بعد ما عمل سكرين اقطع والتاني على الهاي بوست هنا فهمنا. اللي عمل سكرين هو اللي هيقطع. اللي عمل سكرين اقطع وده احنا هقطع والتاني خش لي على الهاي بوست من ممكن هاي لو وممكن لو هاي خلاص فهمنا البوست على طول. ابو النصر انت اللي هتبقى في الكورن انت اللي هتديها سيف يا كيزو تمام. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الكوارتر الرابع زي ما حضراتكم سامعين كده في الاحداث والتعليمات للكوتش احمد الجرحي. الخماسي للنادي الاهلي ايهاب امين سيف سمير كيجو عمرو الجندي وابو النصر. اما خماسي او الستارت لاين اب اللي بدا بيه ده الستارت لاين اب اللي بدا بيه النادي الاهلي. عمر طارق خمسه فاول كوتش احمد الجرحي والمشاورة كده مع أعضاء الجهاز الفني أحمد بيبو أنس أسامة ديكسون ميدو طه وياسر صالح. ده اللي ستارت اللاين أب اللي بدأ بيه كوتش أحمد عمر للكوارتر الرابع. 54 للاتحاد 45 للنادي الأهلي. ضغط من النادي الأهلي ليس أمامه سوى البريس طوال المباراة أو الكوارتر حتى تضييق الفرق. ميدو طه يعمل درايف لكن يتم إيقافه. الكيك اوت عند انس اسامه. انس بالفلوتر شوت يروح ما يسجلش. انا سيف سمير على طول ديفنسيف ريباوند ويطلع الاوتلت لايهاب امين. ايهاب بيعدي ايهاب لسه ايهاب. مطلوب من لعيب النادي الاهلي الانسايد على قد ما يقدروا. هنا ابو النصر مع الكوره
ابو النصر في الدرايف، ابو النصر طلع كيك اوت لعمر الجندي، الجندي لسه الجندي، الجندي في الفلوتر شوت الجندي، وينجح ينجح 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 في تسجيل نقطتين اولى نقاط احداث كوارتر اول، ينجح الجندي في تسجيلها وياخد معها الاند وان والخطا الشخصي والفاول على ميدو طه. 47 54 لصالح النادي الاتحاد، اند وان لعمر الجندي، عمرو ينجح في التسجيل. ديكسون يبدا الهجمه، يسلم لانس اسامه، انس بالهاند اوف على طول، المان تو مان النادي الاهلي بالضغط بالبريسنج، بيبو لوحده خالص جرب يشوط لكن تم ايقاف الشوطه، سلم على طول لانس اسامه في السكيب باس، انس في الوان ان وان معاه سيف سمير، انس يلف ويرتكز يروح يستخدم اللوحه ما ينجحش في التسجيل، ايهاب امين ديفنسيف ريباوند يهدم الملعب وحسيت بلاي ويقول لهم تاني رن ذا بلاي مره ثانيه، نفس اللعبه مره ثانيه، ايهاب امين، ايهاب على اوبن شوت، ايهاب لكن ما يسجلش، وادي تكنيكال فاول سيميليشن على ايهاب امين، خطا تكنيكال فاول، خطا فني، ايهاب امين بيطالب بالاي ار اس تشالنج. هنا مش الزاويه دي مش باينه، ممكن نشوفها من زاويه ثانيه، سيميليشن او ادعاء التمثيل لإيهاب امين وتكنيكال فاول، ديكسون على الرميه الحره في التكنيكال فاول ينجح في تسجيلها، 8 نقاط هو الفارق لصالح نادي الاتحاد. يبدا ميدو طه الهجمه، يتولى هو القياده في الملعب في مركز صانع الالعاب او البوينت جارد، عدى ميدو طه يسلم لبيبو قطع له ياسر صالح، خد الهاند اوف من ديكسون، ديكسون لسه ديكسون في درايف واحد على واحد، يقلب الملعب على طول اكسترا باص عند ميدو طه يشوط لكن اير بول يلم على طول كيجو يسلم لايهاب امين، ايهاب يطلع بالملعب، ايهاب 7 نقاط هو الفارق عفوا، عدى ايهاب امين، ايهاب في الدرايف واحد على واحد، ايهاب يسلم بالكيك اوت عند عمرو الجندي بالفلوتر، عمرو الجندي المره الثانيه ينجح عمرو الجندي في تسجيل نقطتين، زي ما قلت لحضراتكم الانسايد مطلوب في هذا التوقيت مع الضغط في الدفاعات، هو ده اللي هيرجع الاهلي للمباراه مره ثانيه ونصل الى الكاس باذن الله. جيف اند جو كده، وادي هنا خطا شخصي وفاول على النادي الاهلي. مؤمن طارق خيري، عمرو زهران متواجدين لمؤازره الفريق دائما وابدا، طبعا تمنياتنا ليهم بالشفاء العاجل والعوده مره اخرى الى الملعب. دونوفان هينزل او براندون هينزل بدلا من سيف سمير. كده النادي الاهلي عنده الاربعه اللي بره، براندون وايهاب امين وابو النصر وعمرو الجندي بيشوطوا على الاوبن شوت وعلى الثري بوينت، دولا يشوط لكن ما بينجحش في التسجيل، الديفنس يا شباب، الريباوند يا شباب، ياسر صالح سكند شانس، ياسر الكره تطلع عليه واوت سايد لصالح النادي الاهلي، دفاعات قويه من عمرو الجندي تأتي معها الكرة لصالح النادي الأهلي، 5 نقاط هو الفارق، 55-50 الديفنس زي ما قال كوتش أوجوستي وبيأكد على كلامه كوتش أحمد الجعفر. إيهاب يسلم لبراندون، 1-2-2 لديفنسات نادي الاتحاد، كيك أوت إكسترا باص عند إيهاب أمين، إيهاب هيقف على الأوبن شوت، إيهاب أمين في 3 بوينت ما يسجلش، يحاول مع أبو النصري تصل إلى عمرو الجندي، عمرو الجندي لسه مع الكره، عمرو يهدى على ملعبه، عمرو ياخد سكرين يوسع له براندون، راح عمرو الجندي على عمرو الجندي لكن ما بينجحش في التسجيل، تصل الكره الى دولا، يبدا هجمه دولا، دولا يبدا الهجمه، يسلم لانس اسامه لدولا مره ثانيه، دولا يقلب الملعب لياسر صالح، اوبن شوت لياسر صالح 3 بوينت ما يسجلش، يلم كيجو على طول ويسلم لبراندون، براندون يبدا الهجمه، براندون براندون لإيهاب أمين، إيهاب لبراندون مرة ثانية، يسلم على طول للجندي، الجندي الجندي يلف ويرتكز بالأوبن شوت ما بيسجلش، سكند شانس عند الجندي لكن هنا بيرتكب معاه خطأ شخصي وتو شوتس للصالح عمرو الجندي، عمرو الجندي على التو شوتس، 6 دقائق و41 ثانية متبقية على نهاية أحداث المباراة. الكامباك وارد، وارد جدا لوليمة لاه، والاهلي هو حامل اللقب، يوسف شوشه بدلا من ياسر صالح
تغيير جري كوتش احمد عمر. تو شوتس ورميتين حرتين لصالح عمرو الجندي. عمرو على الفري ثرو الاول والرميه الحره الاولى. ارض لك يا عمرو. عمرو ورميه حره ثانيه. نقطة عمرو على التسجيل في أحداث المباراة، 19 نقطة نجح في تسجيلهم وسجل رمي الحرة الثانية عمرو الجندي. ده الفرق إلى 4 نقاط. 6 دقائق من نار للماتادورز الأهلاوي. أنس أسامة لبيبو اللي بيهوش بيبو. معاه كيجو حاول يلعب واحد على واحد يروح على البيز لاين لكن هنا أوت أوف باوند أو دايس على اللاين أحمد بيبو ودفاع قوي من مصطفى كيجو اللي ينجح في قفل البيز لاين تماما. الجأش معاها غير ان بيبو يدوس على اللاين. براندون يبدا الهجمه. براندون 4 نقاط ده الفارق لصالح نادي الاتحاد. عمرو الجندي لابو النصر خد السكرين سلم للجندي. الجندي الستيب باك روعه يا جندي 3 بوينت يا جندي. عمرو الجندي ينجح في تسجيل 3 نقاط يضيع معاهم الفرق لبونت وحيد ونقطه وحيده بعد ستيب باك ولا اروع ينجح في تسجيلها عمرو الجندي. دفاعات الاهلي ما زالت مستمره. براندون اقطع كرة يا براندون تصل الى ديكسون. ديكسون في البيز لاين طلع كيك اوت عمل الستيل ابو النصر فاست بريك سريع للبوبي هابا مين في الدرايف واحد على واحد يا راجل ما ينجحش في التسجيل يلم على طول نادي الاتحاد عن طريق دولا. دولا يبدا الهجمه. دولا دولا في الدرايف واحد على واحد ما ينجحش في التسجيل تروح الكره على طول لايهاب امين فاست بريك سريع. كوتش احمد الجرح بيقول له اهدى اهدى يا بوب. ادي البوب ويلعب على السيت بلاي مره ثانيه يسلم للجندي. الجندي اوبن شوت الجندي لكن اير بول المره دي تصل كانت سريعه شويه جندي محتاجه يعني نهدى شويه. تروح الكره على طول لنادي الاتحاد. ديكسون على الهاي بوست لانس اسامه. انس واحد على واحد انس يلف ويرتكز ويطلع على طول كيك اوت لديكسون يشوط ديكسون لكن ما بيجحش في التسجيل تصل الى كيجو. يبدا الهجمه ايهاب امين ويسلم لبراندون. يبدا الهجمه. انتصاف احداث الكوارتر الرابع اخر 5 دقائق و50 ثانية تقريبا على نهايه المباراه. براندون يقلب الملعب الناحيه الثانيه تحت ايهاب امين. اول تقدم اهلاوي الباك لعب لايهاب امين يجعل التقدم احمر اهلاوي على طول. كوتش احمد عمر يطلب تايم اوت لايقاف تقدم النادي الاهلي. روعه من دفاعات النادي الاهلي رائع في الهجوم رائع في الدفاعات الاسيست ولا اروع الباك لعب ولا اجمل ينجح في تسجيلها البوب ايهاب امين. تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالعادات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. Random, we play 22. Okay? The one who have number 7, don't collapse. Number 7, stay with him. Okay? Leave Anas to play 1-on-1. Okay? Smaan, Shemel. Smaan. Hey, hey. Maya, Maya. Smaan, hey. لو هو دلوقتي غالبا هيقلب مان تو مان هنلعب سلو وي بلاي هي وي بلاي مان تو مان وي بلاي سلو 2 اور سلو 3 اوكي سلو عايز الهجمه طويله تمام عايز في الديفنس ما حدش يقصر مش عايز حد ياخد كات من ظهرك هنا في الديفنس كيجو قابل زي واحد الريباوند بتاع بعض انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش احمد عمر جانب من الحضور حاج محمد بصلح رئيس نادي الاتحاد كابتن خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي كابتن الدكتور مجدي ابو فخر رئيس الاتحاد المصري لكره السله زي ما سمعتوا حضراتكم في التعليمات للكوتش احمد الجرحي هيقلب هل هيقلب نادي الاتحاد مان تو مان محدش ياثر في الديفنس الديفنس هو كلمه السر للوصول الى كاس مصر للعام الثاني على التوالي باذن الله. هيثم كمان ليوسف شوشه يطلع على طول هيثم، هيثم يستخدم اسلحته في الثري بوينت ينجح في تسجيل 3 نقاط لوحده خالص بيستغله كوتش احمد مرق احمد عمر ل التصويب والشوطه على الثلاثه بوينت. عمرو الجندي في الدرايف عمرو الجندي
عمرو ياخد سكرين من كيجو، عمرو الجندي هيضغطوا على عمرو الجندي عشان يمنعوا التصويب مره ثانيه، يقلب الملعب المره دي لكن انس اسامه يلحق الكره والكره اوت سايد لصالح نادي الاهلي. براندون كده بذكاء عمل اسيست وده كان هيعمل الثاني لكن انس اسامه لحق استغل طوله وعمل الجامب وقدر يقطع الكره. كان هياتي فيها التعادل، تكفيف ارضيه الملعب للحفاظ على اللاعبين والاوتسايد اهلاوي. استلم على طول ايهاب امين، ايهاب ايهاب لسه ايهاب اوبن شوت ايهاب لكن هنا يعني لا تعليق لا تعليق. 24 ثانية على زمن الهجمة انتهت والحياة ذات صالح نادي الاتحاد. يوسف شوشة مكان يخرج وينزل مكانه يوسف شحاتة، يبدأ ديكسون الهجمة. 14 نقطة ديكسون نجح في تسجيلهم حتى هذه اللحظات. سلم الكرة ليوسف شحاتة، يوسف يوسف لسه يوسف يوسف. دفاعات قوية من الأهلي مش عايزين تقصير يا رجالة في الدفاعات زي ما قال الكوتش أحمد الجبهة. يضغط على طول انس اسامه على الهاي بوست، انس يستخدم الاوبن شوت ما يسجلش، كيجو على طول يلم ويبدا الهجمه عن طريق ايهاب امين. براندون يستلم بدل من ايهاب امين، براندون عدى والسيت بلاي لبراندون. براندون من تمان نادي الاتحاد كما توقع كوتش احمد الجرحي. براندون 1 ان 1 عدى براندون باك بيفوت. براندون لسه الكيك اوت عند ابو النصر، ابو النصر في البنتريشن يطلع كيك اوت لبراندون مره ثانيه. براندون رجنال ثلاث نقاط ولا اروع، براندون يوسع الفارق لنقطه ويجعل التقدم احمر اهلاوي. مايكل ديكسون ديكسون سلم تحت الباسكت ترابات للنادي الاهلي، يقلب الملعب يوسف شحاته الاكسترا باص عند دوله، دوله اوبن شوت ينجح في تسجيل ثلاث نقاط يوسع الفارق الى نقطتين لصالح نادي الاتحاد. اخر ثواني واخر دقائق عفوا المباراة تزداد إثارة اشتعال ما بين الأهلي والاتحاد. براندون لسه الكرة مع براندون، ضغط على براندون في الدرايف وادي خطأ شخصي وفاول على دولا. ثلاثية براندون الأخيرة جعلت التقدم بفارق النقطة لصالح النادي الأهلي، رد عليها دولا على طول بثلاث نقط. ده أوتسايد أهلاوي. 61-59 لصالح للنادي الاتحاد، دقيقتين 26 سنة متبقية. استلم على طول براندون، براندون يهدى على ملعبه براندون، 10 ثواني على زمن الهجمة. براندون يفتح الملعب، خد السكرين، براندون عمرو الجندي فاضي، براندون اوبن شوت لكن ما ينجحش في التسجيل. كيجو سكند شانس ولا اروع بفدائيه شديده، يسلم لسه كيجو معاه الكوره، يسلم للجندي، الجندي في الوان ان وان، الجندي الجندي في الدرايف في البنتريشن، الجندي يبحث عن الحلول يبحث عن الثلاثيه لكن ما ينجحش في التسجيل. ابو النصر يلم ويسلم لبراندون، براندون الكيك اوت الجندي لكن ما ينجحش ايضا، تصل الكرة عند مين؟ عند براندون اللي بيقاتل عليها لكن تلمسه وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. العب يا اهلي كما يقول جماهير النادي الاهلي المتواجده في صاله الشباب الرياضه. لاست تاتش هي الاخيره على براندون زي ما حضراتكم شايفين لكن عامل مباراة كويسة جدا براندون في الكوارت الرابع. ضغط اهلاوي والبريس في الكورت. يضغط على طول النادي الاهلي يستلم دولا. دولا عدى بالملعب دولا. يوسف شحاتة لدولا مرة ثانية. سيف سمير موجود في الملعب. دولا وادي الدرايف ينجح في وسط اثنين كده انه ينجح يسجل نقطتين. يوسع الفارق الى اربع نقاط مره ثانيه، اخر دقيقه ونص في عمره احداث الكوارت الرابع والمباراه. براندون براندون لسه براندون. براندون عدى بالسكرين، براندون رايح براندون لكن هنا خد الفاول والتو شوتس لصالح براندون. نشوف الخطا الشخصي على مين؟ على احمد عادل دوله والاوتسايد لصالح. لا رميتين حرتين، قرار مظبوط.
هي رميتين حرتين. خرج ابو النصر نزل عمرو الجندي اوتسايد. ايهاب امين اوبن شوت ايهاب على 3 بوينت. ايهاب تخش وتخرج كده حظك وحش ايهاب. تخبط الكره في الديفنسيف ريباوند يعني كده كيجو اكيد مش قاصد. سلامات طبعا لهيثم كمال اللي اتخبط كده في وجهه. طبعا كل السلامه لهيثم كمال وكل لاعبينا طبعا واحد من نجوم نادي الاتحاد. ادي الاوبن شوت لهيثم لكيجو هنا بيحاول معاها لكن طبعا غير مقصوده. طبعا سلامات لهيثم كمال واوت سايد لصالح نادي الاتحاد. دقيقة 11 ثانية متبقية على أحداث المباراة. أوتسايد التحداوي لآخر دقيقة ونص متبقية أو آخر دقيقة وعشرين ثانية. شكرا لزمايلنا في الكنترول. دولا يبدا الهجمه ويسلم بالهاند اوف على طول يستلم من داكسون. دولا في الدرايف. دولا طلع الكابتن ابو النصر. دولا في البنتريشن. دولا يروح دولا يسجل. لا ما يسجلش يلم على طول كيجو ويسلم لعمرو الجندي. عمرو الجندي يبدا الهجمه. لابو النصر. ابو النصر في البنتريشن. ابو النصر الكيك اوت عند عمرو الجندي. عمرو الجندي في البنتريشن. عمرو الجندي يصل في الاخير ينجح. لا ينجح في التسجيل لكن ياخذ معاها خطا شخصي وفاول على انس اسامه برميتين حرتين وتو شوتس لصالح عمرو الجندي. يعود شوش على ارض الملعب بدل من يوسف شحاته في تغيير جري كوتش احمد عمر. ادي عمرو الجندي والاختراق الاخير او البنتريشن الاخير. عمرو على الفري ثرو الاول الرمي الحره الاولى. عمرو الجندي فري ثرو اول ناجح. عمرو الجندي ينجح في تسجيله. ده الفرق الى ثلاث نقاط. عمرو الجندي 24 نقطه سجلهم حتى هذه اللحظات. عمرو على الفري ثرو الثاني ورمي الحره الثانيه ينجح ايضا في التسجيل. ده الفرق الى نقطه وحيده وتايم اوت ولا هنشوف ايه اللي حصل. ده تغيير اعتقد ان ده تغيير مش تايم اوت. ديكسون يضغط عليه على طول. تراندون براندون ديكسون يعدي يسلم لهيثم كمان بالهاند اوف مع ديكسون. 10 ثواني متوقعه على زمن هجمه. ديكسون في الدرايف واحد على واحد يسلم على طول لانس اسامه. انس بالهوك ينجح في تسجيل نقطتين على طول. يستخدم الاهلي السرعه في العبور وادي هنا خطا شخصي وفاول على ديكسون. خطا شخصي وفاول على ديكسون. برميتين حرتين لصالح عمرو الجندي. في حاجة كده خلت كابتن أحمد الجرحي يتعصب. أعتقد إن هو كان طالب تايم أوت وترابيزة الحكام ما نفذتش الطلب. أعتقد هذا. تو شوتس ورميتين حرتين للجندي. هنشوف دلوقتي إيه اللي حصل. اعتذر لترابيزة الحكام. في اي ار اس المراجعه. يعني احنا ما شفناش ايه بالظبط المراجعه ايه سببها لكن خلينا مع كابتن احمد غانم. لكن هي تو شوتس لصالح عمرو الجندي. عمرو الجندي على تنفيذ الرمية الحرة الأولى والتو شوتس والرميتين الحرتين عمرو الجندي. أربع نقاط هو الفارق لصالح نادي الاتحاد 65-61. بيبو بدل من أنس أسامة. كوتش احمد عمر يجري التغيير
سيف سمير يعود الى ارض الملعب. كوتش احمد الجرحي يجري ايضا هذا التغيير. في هنا حاجه. وعشرين ثانية متبقية. عمرو الجندي على الفري ثرو الأول والرمية الحرة الأولى. عمرو ينجح في التسجيل. يدعي الفرق إلى ثلاث نقاط. عمرو الجندي. فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية لعمرو الجندي. ينجح أيضا في التسجيل. يضغط النادي الأهلي. يضغط النادي الأهلي في البريس فول كورت ولا تايم أوت؟ في تغيير. كوتش احمد الجرح يجري تغيير. شوف براندون مكان مين. براندون اعتقد مكان عمرو الجندي ولا مش هيحصل التغيير اصلا؟ ده اللي هنشوفه. يضغط على طول النادي الاهلي. عدى دولا لكن خطا شخصي وفاول يرتكبه ابو النصر لايقاف اسع اوتسايد تاني. يوسف شحاته هينزل. هنشوف ينزل مكان مين في تغيير يجري كوتش احمد عمر بدل من يوسف شوشة. أول أخطاء أبو النصر. استلم على طول دولا. دولا عدى لسه ما عداش. ضغط عليه. ترابات تحصل. تقع الكرة من دولا. هنا الجامب بول عند مين؟ الحيازة أهلاوية. الحيازة أهلاوية. الحيازة أهلاوية. الحيازة أهلاوية. ده اللي هنشوفه. الجامب بول والحيازة أهلاوية. وتايم أوت يطلبه كوتش أحمد الجرحي. تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالعادات ونرجع لحضراتكم مرة تانية. نقطتين هو الفارق وانتهى التايم اوت اللي طلبه كوتش احمد الجرحي. هيرجع مهيب والجندي مره ثانيه ومعاهم براندون. والاوتسايد زي ما قلت لحضراتكم الحيازه بعد الجامبول. الحيازه اهلاويه من منتصف ملعب نادي الاتحاد. سياتي الهجمه للنادي الاهلي. نقطتين هو الفارق والانسايد مطلوب. نشوف كوتش احمد الجرحي اعطى تعليماته وهتنفذ تعليماته ازاي من لاعبي النادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي. اخر 17 ثانيه. ايهاب امين. ايهاب درايف بنتريشن. ايهاب واحد على واحد. ايهاب لكن حظه وحش ما بينجحش في التسجيل. تصل الكره الى مهيب. مهيب يروح. مهيب ياخد الفاول. مهيب خد الفاول والتو شوتس لصالح احمد مهيب. اوتسايد لا تو شوتس مظبوط. تو شوتس الفريقين تو شوتس. مهيب على التو شوتس والخطا الشخصي على هيثم كمان رقم سته. في تغيير قادم هيخرج ايهاب امين ينزل سيف سمير. مهيب على الفري ثرو الاول الرميه الحره الاولى. 7 ثواني متبقيه فري ثرو اول. ينجح احمد مهيب في تسجيلها. تسجيل اول الفاول شوتنج. نقطة وحيدة هو الفارق 64-65. فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية. أحمد مهيب.
ينجح ايضا في تسجيلها، ياتي بها بالتعادل على طول. كوتش احمد عمر يطلب التايم اوت، مهيب ياتي بالتعادل 65-65 تعادل الفرقتين. تايم اوت للكوتش احمد عمر. تعالوا نسمع التعليمات، نستمتع بالاعداد، نرجع لحضراتكم مره ثانيه. مكان كيجو، مكان كيجو نصر، نصر مكان كيجو. يلا 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 اسمعنا يا شباب، الديفنسية دي صوت لا عايز دلوقتي براندون فور مهيب. يلا 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 صوت. ليسن انت مكان نصر، انت مكان كيجو. هيدوا اي تاتش، نو فاول. لا جود ديفنس. اني سكرين بتوين 1 اند 4 سويتش، سويتش. اوكي كله يا جماعه خلي بالكم، نو ريجكت، نو ريجكت. والسكرين مع 5 واحد ولا 3؟ لا لا زي ما احنا 3 نو ريجكت، نو ريجكت. اوكي يلا 1 3. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش احمد عمر. براندون يعود الى ارض الملعب بدلا من احمد مهيب زي ما سمعنا الكوتش احمد الجرحي. ادي سيف سمير، عمرو الجندي، براندون، وإيهاب أمين، وأبو النصر. ده خماسي النادي الأهلي. ديكسون وأنس أسامة يعود إلى أرض الملعب. كوتش أحمد الجرحى يلقي التعليمات، هيعود تاني أحمد مهيب. 9 ثواني 8 أجزاء من السنة متبقية على نهاية المباراة. تعادل الفرقتين 65-65 أوتسايد للاتحاد. احذر من الثلاثيات، دفاعات قوية لازم يعني اتعب فيها في التسع ثواني دول. ديكسون عدى، ديكسون يقابله سيف سمير. ديكسون في البنتريشن، ديكسون يطلع كيك اوت لدوله، دوله على اوبن شوت، دوله ينجح في تسجيل 3 نقاط. دوله يجعل التقدم اخضر اتحداوي 3 نقاط. هل انتهت المباراه ولا لسه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. لسه اعتقد في تايم اوت، في تايم اوت يطلبه نادي الاتحاد. في تايم اوت 3 نقاط يتقدم دولا. لسه اعتقد في ثواني متبقيه. لو زملائنا الاعزاء يورونا بس السكور بورد على في الملعب نعرف متبقي قد ايه. دولا اصيب لكن التعليمات في تايم اوت دلوقتي. 4 اجزاء من الثانيه تاتش بول، 4 اجزاء من الثانيه تاتش بول، والكره في حيز النادي الاهلي اللي هيلعبها بالطبع من منتصف ملعب نادي الاتحاد. تاتش بول على 3 بوينت. اي ار اس كابتن احمد غالب يطلب مراجعه الاي ار اس. هنقفل الجيت، سوري خلي الجندي هو اللي هنا. هنقفل الجيت، عندك يا سيف الفاصله دي لإيهاب، عندك الجيت ده لمهيب، وعندك الجندي بعد السكرين ما يقفل الجيت هيفتح العكس. لا انا عايز اطلع كده، مش هتطلع كده، هتبقى زحمه، هتبقى زحمه. حسب حسب شوفها شوفها حسب. طب اسمعني، انا عايز حد طويل يلعب. اسمعني هنا، الجندي هنا بعد ما تقفل الجيت، لو مفيش شوطه مهيب حتى لو لونج رينج افتح الجندي هنا خد شوطه. خلاص ركز في الباص قوي. يا فوق يا فوق يا فوق. ايه ده كده ايه ده؟ 1 2 3 يلا يلا. تايم اوت ولسه في مراجعه الاي ار اس. كابتن احمد غالب مع كابتن اسلام على الاي ار اس وكابتن محمود جمال. نشوف بس، خلي الكاميرا مع الحكام نعرف القرار ايه وسبب المراجعه ايه. التايم كم ثانيه؟
تسع ثواني، هو بيشاور على انها تسع ثواني، ما اعرفش هنشوف، خلينا نشوف على السكور بورد كم ثانية، نشوف على السكور بورد كده سريعا كم ثانية متبقية، هنلاقيها أربع أجزاء من الثانية ولا هو كان بيشاور على تسع أجزاء من الثانية؟ 19 من الثانية، خلاص 19 من الثانية زي ما قلت لحضراتكم، تاتش بول على الثري بوينت، ده اللي هنشوفه دلوقتي. الجيت رايح على مين؟ ادي الاوبن شوت، ادي ايهاب امين، لكن ما نجحش في التسجيل عشان تاتي مع صفره انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراه بتقدم وفوز نادي الاتحاد بنتيجه 68-65. مبروك لنادي الاتحاد، حظ اوفر للنادي الاهلي. اعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده، كنت معكم معلقكم الرياضي احمد مناع، على ان نلقاكم باذن الله في مباراه قادمه. سنذهب سريعا للاستوديو التحليلي بقياده الزميل العزيز كابتن هيثم السعيد، اليك الميكروفون.